اهلا بيكم وحلقه جديده من الاهلي في رمضان. وليالي الاهلي في رمضان مش هي بس اللي جميله، ده ليالي مصر كلها جميله. قبل اي حاجه لازم اقول لكابتن هاني كل سنه وانت طيب يا كابتن هاني بمناسبه عيد القيامه المجيد. انت طيب يا فارس، ربنا يخليك. واعيادنا يا كابتن كلها جايه مع بعض، عيد شم النسيم، عيد الفطر، عيد القيامه، ومشاعر حلوه كابتن ومشاعر جميله واحنا لحمه واحده كده دايما. مفيش شك طبعا هي دي مصر، خلينا نتكلم كل امانه يا فارس، هي دي مصر. ودايما بنتكلم مصر بلدنا من اعظم دول العالم، والواحد كان بيحس بدوت وهو كمان عايش في الغربة في سنوات طويلة جدا جدا، إن مصر ديت صدقوني ما فيش زيها. عندنا مشاكل، كل الناس عندها مشاكل، لكن دايما مصر وشعب مصر شعب مختلف. أعياد رمضان والفوانيس هتلاقيها موجودة مع أعيادنا، والكريسماس هتلاقي موجود المسيحيين اللي صايمين صيامهم والمسلمين اللي صايمين صيامهم، صحيح. وإحنا بنصوم رمضان، وبيكون يعني أجواء جميلة جدا جدا. مصر عظيمة بشعبها وهتفضل مهما بعض الناس حاولوا يكسروا الحتة ديت، لكن مصر عظيمة بشعبها، ودايما ربنا حافظ مصر وربنا حافظ بلدنا بشكل كبير. كل سنة وكلنا طيبين. النهاردة 25 رمضان، وأيام رمضان بتجري بسرعة جدا من حلاوتها، ومن يعني رمضان عنده رونق خاص جدا جدا بيجري بسرعة جدا. النهاردة 25 رمضان، كل سنة وانتم طيبين. خلال الأيام اللي جاية كمان في أعياد، كل سنة وحضراتكم طيبين. والنادي الأهلي كمان طيب، 115 سنة على تأسيس نادي عظيم، نادي القرن، نادي البطولات، نادي المبادئ، النادي اللي احنا تربينا فيه وعشقناه وعشنا فيه سنوات طويلة، وكان ليه فضل علينا كبير جدا جدا. أنا واحد من الناس، النادي الأهلي ليه فضل كبير جدا بعد ربنا في مشوار احترافي اللي استمر أكتر من 15 سنة فارس. وكل الناس كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله الأيام اللي جاية كمان أيام سعيدة على النادي الأهلي. والنادي الأهلي دايما بيفرحنا بره رمضان وجوه رمضان بيفرحنا طبعا، وكمان فرحنا بصراحة جدا جدا بالوصول لمباراة نصف النهائي ان شاء الله، وربنا يعني يكملها على خير ان شاء الله. ده حقيقي يا كابتن هاني. واذا كان مصر جميله، وزي ما بنقول لكم مصر جميله واعيادنا كلها واحده، والروح الحلوه اللي احنا حاسينها الفتره دي والمشاعر اللي بتسيطر علينا، فكمان النادي الاهلي جميل، وذكرى تاسيسه ال 115 جميله ومختلفه، لان كل سنه النادي الاهلي بيكتب تاريخ جديد. انا في جمله دايما بقف عندها، وهي من الجمل المحببه الى قلبي، قالها عصام الشوالي لما قال لولا النادي الاهلي في افريقيا لكان للانديه التونسيه شان اخر. انا لا بقول ان لولا النادي الاهلي في افريقيا لكان لكل انديه القاره محليا وافريقيا شان اخر، لان النادي الاهلي يا جماعه هو المعادله المستحيله، هو العامل الغير طبيعي وخارج كل حسابات المنطق. انت عندك في افريقيا النادي الاهلي ب10 بطولات، الزمالك ومازيمبي بخمس بطولات، تخيل الاهلي مش موجود في المعادله، كان فريقين اخرين بيتنافسوا على زعامه القاره. محليا ايضا هتلاقي النادي الاهلي على سبيل المثال في بطوله الدوري عنده 42 بطوله دوري، في المقابل كل فرق الدوري الاخرى مجتمع عندها 20 بطوله دوري. عشان كده كل عيد للنادي الاهلي بيكتب فيه تاريخ جديد وبيكتب فيه معادله صعبه جديده. اظن يا كابتن ده مش موجود في حته غير في النادي الاهلي. اعتقد من النادي الاهلي وخلاص بيضاهي الانديه العالميه. احنا دايما بنتكلم والنادي الاهلي خلي بالك اللي بتتكلم عليه ده نتاج لمجهودات كبيره جدا جدا. بنتكلم على 115 سنه، وزي ما بتكلم دايما النادي الاهلي منذ بداياته متمسك بمبادئ وخطوط عريضه ماشي عليها طوال هذه السنين. على مستوى الإدارات الفنية، على مستوى مجالس الإدارة، النادي الأهلي الأشخاص تتغير، وكيان النادي الأهلي لن يتغير وما بيتغيرش. فده سر نجاح النادي الأهلي. وأعتقد مشوار 115 سنة عد بطولات كبيرة جدا جدا على مستوى القاري، على المستوى المحلي أكيد في فروقات كبيرة جدا، ودايما النادي الأهلي في حتة تانية. ودايما زي ما بقول لك خلاص احنا عندنا الأساس، اتبنى الأساس من سنوات طويلة جدا، وكل ما يأتي من لعيبة، مديرين فنيين، أجهزة، مجالس إدارات، أعتقد خلاص يبقى الترس شغال بنفس المنهج ونفس المبادئ، وهو ده سر النادي الأهلي. اللي زي ما انت بتقول يعني النادي الأهلي على مستوى القارة الأفريقية دلوقتي النادي المرعب على جميع المستويات، مفيش شك. الأرقام اللي بيحققها النادي الأهلي خلال البطولة الأفريقية أرقام كبيرة جدا جدا، ده حقيقي. وإحنا كمان في صدد النهاردة كمان هنتكلم على يعني وصول النادي الأهلي حلم جديد. وحلم جديد، وطبعا ترشيح النادي الأهلي والمرشح الأقوى في البطولة أعتقد كمان إنجاز هيبقى
يعني انجاز كبير جدا. اول مره في تاريخ اول أفريقيا. مره في تاريخ الكره الافريقيه الحصول على البطوله الافريقيه ثلاث مرات على التوالي، معادله ان شاء الله باذن الله اولادنا قادرين نحققها باذن الله. يعني ده حقيقه كابتن هاني، وانا عايز اخد من كلام حضرتك فيما يخص ان النادي الاهلي عنده شكله وعنده دولاب عمله الاداري وعنده الكتالوج بتاعه اللي هي مبادئه. يعني لما تيجي تتكلم عن اي انديه في العالم، وكل ناس لها انديه بتحبها ايضا وبتتابعها في الكره العالميه، هتيجي تلاقي نفسك اغلب الوقت بتتكلم في كره القدم فقط. انما زي ما قال كابتن هاني ان انت عندك مرجعيه، عندك مبادئ، عندك يعني كتالوجك الداخلي وعندك الامور اللي بترجع لها. احنا لسه بنحكي نقول كابتن صالح سليم حصل كذا، كابتن حسن حمدي مع كابتن صالح في ازمه 85 حصل كذا، هو ده اللي موجود عندك واللي مش موجود في اي حته تانية. وصدقوني ده الاساس قبل اي حاجه، وده اللي بيخلينا نتحط في الحته اللي ايضا كابتن هاني بيقول عليها، وان انت عندك حلم مختلف. فكره ان انت النادي الاهلي يا جماعه بيعمل حاجه انا بقول ان هو مخلي الناس تحس ان هي سهله، ان انت تيجي في طريقك للبطوله الثالثه على التوالي وعندك 10 القاب. البعض اللي خارج المشهد يقول لك القصه سهله، لا القصه صعبه، انت شايفها سهله عشان انت بره، انما النادي الاهلي اللي مديك ايحاء ان هي سهله. ليه مديك ايحاء ان هي سهله؟ لان شفنا انديه كابتن هاني زي الترجي، شفنا فريق زي سان داونز كان بيتقال انه المرشح الاول لللقب، شفناه بيخرج. النادي الاهلي الوضع مختلف شويه، رغم ان انت مفترض يعني تكون اقل شغفا بالبطوله لانك محقق بطولتين. ده حقيقي، لكن ده انت ده مختلف تماما. وعايز اقول جمله يمكن اتقالت لي، احنا كنا بنتفرج على مباراه السيتي وريال مدريد بره، وطبعا واحد بيحب ريال مدريد قال لي بس انا مش عايز ريال مدريد يكسب. قلت له انت بتحب ريال مدريد؟ قال لي لا، ما هو لو كسب هياخد دوره بطوله قاريه، وبالتالي في منافسه بيننا وبين ريال مدريد. ده دي روح، يعني روح النادي الاهلي. خلاص احنا بنقارن نفسنا دلوقتي على مستوى البطولات بانديه عالميه زي ريال مدريد على مستوى البطولات القاريه، وبالتالي زي ما بقول لك هو ده النادي الاهلي. واذا كان بعض الناس في مشوار البطوله نفسها بيقول لك لا صن داونز مع بداياته القويه كان المرشح الاقوى، لكن انا دايما بربط النادي الاهلي حتى لما يكون النادي الاهلي مش في المستوى الفني المطلوب، لكن عنده الحس الفوز، عنده ثقافه الفوز. وخلي بالكم الثقافه دي، وانا لعيب كره وعارف، ما بتجيش ما بين يوم وليله خالص، نتيجه تجارب كتيره جدا، نتيجه خبرات كبيره جدا من خلال مباريات صعبه خارج ارضك، ضغط جماهيري، ضغط تحكيمي، هنيجي لموضوع التحكيم. كل دوت خبرات اكتسبها لعيبة النادي الأهلي على مر السنين، وحتى على المستوى الفني على المستوى الإداري، وبالتالي بتلاقي النادي الأهلي حتى لو مش أحسن حالاته بيوصل للمباراة النهائية وبيكون مرشح بقوة إن شاء الله لهذه البطولة الكبيرة. يعني ده حقيقي كابتن، ودايما الأهلي سر سعادة المصريين بصراحة. يعني دايما بنتكلم إن النادي الأهلي سر سعادة المصريين، وده يعني مش انا اللي بقوله، يعني ناس كتير جدا جدا بتقول هذا الكلام، لكن خلينا احنا نتكلم بكل امانه وكل شفافيه. النادي الاهلي نادي عظيم، النادي الاهلي نادي المبادئ، النادي الاهلي 115 سنه من الانتصارات الكبيره جدا، مش على مستوى البطولات ولا على مستوى كمان التحديات، تحديات مرت بيها عصور المجالس الاداره خاصه في الفترات اللي فاتت، وفي الاوقات الصعبه دايما بيبان معدن النادي الاهلي، وبيبان كمان جماهير النادي الاهلي. مش عايزين ننساها فارس، طبعا هي المعادله الاولى والاخيره في كيان النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي العظيمه. انا دايما بقول كل جمهور في جميع الانديه دايما هو مساند لفريقه، ويمكن بيكتفي بالدور ده. النادي الاهلي جمهوره شريك في كل نجاحاته على مدار التاريخ، دايما بشوف جمهور النادي الاهلي عنده حته مختلفه. جمهور النادي الاهلي هو جزء من عقليه النادي الاهلي، اللي ما بيشبعش، اللي عايز طول الوقت بطولات. هو اكتر فريق ممكن تشوف النادي الاهلي ما بيفقدش شغفه. ليه؟ لان عنده جمهور ما بيفقدش الشغف، عنده جمهور مختلف جدا، عنده جمهور مميز بنتمنى يكون حاضر في مباراه وفاق ستيب بكثافه. الاهلي الكابتن بيطلب في صدد ان هو يطلب الحضور بالكثافه الكامله في مباراه وفاق ستيب. الحقيقه شفنا قد ايه الجمهور بيفرق، وجمهور النادي الاهلي منظم وعنده عقليته المميزه وعنده قدرته على دفع اللاعبين. مفيش شك طبعا، احنا شفنا جماهير الرجاء، ويمكن عجبنا المنظر طبعا المهندس فرج عامر كان طبعا بيشيد بالنادي الاهلي كعادته، ويمكن مش بس يعني المهندس فرج عامر، لكن
مصدر سعادة الشعب المصري بتتقال على لسان حتى غير المنتمين للنادي الأهلي بصفة أو بأخرى. لكن نتكلم على الجماهير، ما فيش شك جماهير النادي الأهلي جماهير كبيرة جدا. أنا ما شفتش أفضل من جماهير النادي بصراحة، يعني خلينا، أنا متحيز جدا لجماهير النادي الأهلي. لو كنا بنتكلم على الدخلات أو بنتكلم على الدخلة أو التشجيع، أنا ما شفتش أفضل من النادي الأهلي. إن شاء الله يكون الساعة ممتلئة، إذا كان هنلعب على استاد القاهرة أو في السلام ملعب السلام، إن شاء الله يكون يعني الكثافة المتاحة كاملة. وأنا متأكد من دوت، لأن جماهير النادي الأهلي كمان بتبقى عامل مهم جدا 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 طبعاً في حوافز جديدة للاعبين، مواقف صعبة بتمر بالمباريات، وأنا كنت لعيب وعارف في لحظات صعبة كده بتمر المباريات، محتاجين جماهير النادي الاهلي تكون موجوده وهي اللي تفوق الفرقه، مهما كان موسيماني قاعد بره يكون، لا الصوت العالي هو صوت النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقدم لنا حتى السنه دي رغم الصعوبات ملحمه جديده، ان شاء الله باذن الله انتصار جديد وبطوله جديده. العشره يا اهلي كلنا كنا بالنادي بيها، دلوقتي ال11 يا اهلي، وتكون البطوله الثالثه على التوالي. تعالوا مع حضراتكم يا فارس نبص على تقرير ونشوف وصول النادي الاهلي لنصف النهائي ومشوار ال11 يا اهلي. أمسية رمضانية مباركة وسهرة كروية مميزة وسحور شهي بطعم الفرح. لوحة فنية رسمها لاعب الأهلي من ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بينما كان لاعب الأهلي يحثون الخطى على جلب الفوز بشتى الطرق المتاحة ليرسموا فرحة تاريخية جديدة من استحقاق خارجي آخر. كانت قلوب المشجعين والمحبين تنبض حبا وخوفا وقلقا، لكن لاعبي قدموا أداء رجوليا وحماسيا كعادتهم في كل المشاركات على المستويين المحلي والخارجي. واصل الأهلي حملته الناجحة للدفاع عن لقبه التي توج بلقبها في النسختين الماضيتين بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز مع صاحب الأرض شقيقه الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، واستفاد المارد الأحمر من فوزه بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة ليظفر النادي الأكثر نجاحا في تاريخ المسابقة بورقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب، والذي يطمح لحصد اللقب 11 والثالث على التوالي بعد أن تأهل إلى نصف نهائي للمرة 18 في تاريخه. وليضرب الأهلي موعداً في الدور قبل النهائي للبطولة مع شقيقه وفاق سطيف الجزائري الذي اجتاز عقبة الترجي التونسي. الفوز ليس بجديد على فريق مثل الأهلي سيد أندية القارة السمراء الذي لا يعرف الهزيمة في الأدوار الإقصائية تحت قيادة رائعة لبيتسو موسيماني، خطوة مهمة خطاها المارد الأحمر، والمشوار لا يزال صعباً في الطريق نحو المنافسة على اللقب يعقبها سعي وتركيز للاعب الفريق للفوز والتأهل وفتح مزيد من أبواب المجد. هكذا هو النادي الأهلي يا عشاق النادي الأهلي، ملك المباريات الإقصائية. النادي الأهلي يكتب ما لا يكتبه غيره. أنا دايما بقول إن أنت تواجه النادي الأهلي في مباراة إقصائية فالنتيجة الطبيعية أنك تعتبر نفسك خارج البطولة، ما لم يحدث العكس. بنشوف ملحمة في البطولة السابقة واللي قبلها في 2020 بتخرج سان داونز، ثم نادي صعب جدا مواجهة زي الوداد في مجموع المباراتين بتفوز بنتيجة 5-1 في المباراتين مجموعهم، ثم بتحقق البطولة بالقضية، وبعد كده بتروح لبطولة صعبة أيضا بتقصي سان داونز وكأنك لا تعرف أبدا المستحيل، ثم الترجي في مباراتين صعبتين بتفوز بنتيجة 4-0 بالمباراتين، ثم بتفوز على كايزر تشيفز بثلاثية. مين يقدر يعمل ده غير النادي الأهلي ملك المباريات الإقصائية؟ أعتقد النادي الأهلي معادلة صعبة جدا ومعادلة مميزة. أكيد هنطلع لفاصل ومعانا كلام كتير جدا بعد الفاصل. أهلا
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا في ظل مش هنقول ازمه التحكيم، ولكن دايما النادي الاهلي دايما خلي بالكم مساندين للحكم المصري، ودايما بنشيد بالحكم المصري وسبورت ليه بشكل كبير جدا، لكن بيجي في وقت من الاوقات اكيد مجلس الاداره بيتدخل لحقوق النادي وحفظ حقوق النادي في المباريات. وزي ما حضراتكم عارفين كان طبعا كان في طلب او في بيان لاتحاد الكوره من قبل النادي الاهلي ومجلس ادارته بتعيين حكام اجانب، ومش حكام اجانب بس، لكن لازم يكون طاقم التحكيم من حكام النخبه من التوب 5 في اوروبا، يعني افضل الحكام على مستوى التوب 5 في اوروبا. وبالتالي كان طبعا رد اتحاد الكوره ان الفتره الجايه هيبقى صعب جدا، لان هم بيقولوا اتحاد الكوره بيان اتحاد الكوره بيقول ان هم فعلا بعتوا، ولكن كان في اعتذارات من طبعا كل الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى، الحكام مشغولين طبعا، المسابقه مستمره هناك وفي الجولات الاخيره، وكان في اعتذار. طبعا النادي الاهلي رد وقال لفارس ان طب هذا الرد هل هو نهائي او مؤقت؟ ده جزء مهم جدا. وطبعا زي ما احنا عارفين في ماتشين اللي جايين، ماتش ان شاء الله ماتش بكره امام طلائع الجيش، وماتش ان شاء الله يوم السبت امام سيراميكا هيكون في حكام مصريين، ولكن ما زال النادي الاهلي ومجلس ادارته مصممين ان طبعا بعد الماتشين دول يكون حكام اجانب من حكام النخبه. عايز اخد رايك في رد اتحاد الكره، اولا ان ما فيش حد فاضي من الدوريات الخمسه الكبرى، وانت شايف ايه؟ يعني بعض الناس بتقول لك هم الحكام الاجانب، يعني بعض الناس بتقول لا لازم يبقى الحكم المصري، مجلس اداره شايف، واحنا شايفين ان المباراه اللي جايه مباراه حساسه جدا وطلب حكام اجانب، احنا عايزين فير، عايزين العداله، وبالتالي ان شاء الله المباراتين اللي جايين حكام مصريين، ولكن ان شاء الله من المباراه اللي بعد كده هتكون حكام اجانب من حكام النخبه اعتقد. يعني ده كابتن هاني واضح ان النادي الاهلي عنده حرص شديد على المطالبه بحقوقه في الجزئيه دي، لان النادي الاهلي عانى من التحكيم كثيرا. وانا هنا برجع لحته مهمه جدا اعتقد محتاجين نقف عندها، ان كتير جدا طبعا معانا على الشاشه بيان النادي الاهلي اللي بيوضح فيه فكره رد اتحاد الكره وفكره الدوريات الخمسه الكبرى وضيق الوقت. وانا هنقف عند نقطتين مهمين، الاول ليه النادي الاهلي يا جماعه بيقول الدوريات الخمسه الكبرى، والنقطة الثانية اللي محتاجين نقف عندها فكرة ان النادي الاهلي تعرض في مباريات كثيرة لاخطاء تحكيمية كلفته نقاط مهمة. قلنا في مباراة انت كابتن عندنا مباراتين فقدنا فيهم نقاط، المباراة الخاصة بفيوتشر ركلة جزاء لاكرم توفيق لا تحتسب، وعندنا ايضا في مباراة المصري اكتر من حالة وقفنا عندها سواء ركلة جزاء للنادي الاهلي او سواء طرد مستحق لمدافع المصري اللي ما اطردش، ولعبات كتير وقفنا عندها. بس حاجتين مهمين قوي لازم تركز معايا فيهم. الحاجة الاولى ان النادي الاهلي اللي طالما اتهم من البعض بان بطولاته كان يشوبها بعض الاخطاء التحكيمية، ودايما كنا بنرد ده بالدليل، هو النادي اللي طلع بيان طالب فيه من زمان، اول نادي يطالب بتطبيق تقنية الفار في مصر، ده رقم واحد. رقم اتنين هو النادي اللي بيطالب باستخدام حكام أجانب لمبارياته. إذن النادي الأهلي بالتبعية هو أكتر نادي بيعاني من أخطاء تحكيمية. ولكن لما تيجي تسألني وتقول لي ليه الدوريات الخمسة الكبرى، هقول لك ليه. لأن أنت في البداية عايز تضمن أن أنا لما أروح أجيب حكم ما وصلش للنتيجة النهائية والإند ريزلت اللي وصلني لها اتحاد الكرة، بص الحكم اللي انت جبته مستواه عامل ازاي، بص شفت التحكيم الاجنبي مستواه قريب من التحكيم المصري. ودي مغالطه كبيره جدا، لان احنا زي ما قلنا وكابتن هاني حتى قال في الحلقه اللي فاتت، احنا ما عندناش حكم موجود في كاس العالم حكم ساحه، ما عندناش حكام كانت بتدير مباريات في بطولات كبيره في الفتره اللي فاتت. اذا ما تخدعنيش بالفكره دي. طيب تعالوا نشوف تجاربنا السابقه مع اتحاد الكره او الاتحادات المختلفه فيما يخص نوعية رديئة من الحكام في أوروبا. لو استعرضنا مثلا الحكم الكرواتي إيفان بيبك، ده أدار في مباراتين شهيرتين للأهلي. لو استعرضنا المباراة الأولى الأهلي وبيراميدز اللي خسرها النادي الأهلي بالمناسبة 1-0، لو معانا الصورة كان في ضرب الجزاء غير محتسبة للنادي الأهلي من لمسة يد على مدافع بيراميدز. الصورة قدامنا
كانت واضحه جدا ولمسه اليد واضحه، دي لم تحتسب، والنادي الاهلي بالمناسبه خسر المباراه دي 1-0. نفس الحكم الكرواتي ايفان بيبك اللي جالنا تاني وكان موجود في المباراه اللي مع رينيه فايلر، وهي المباراه اللي خسرها من الزمالك 3-1 وكانت مباراه استثنائيه في ظل الاداء اللي كان بيقدمه فايلر، كان في ضرب الجزاء غير محتسبه لوليد سليمان اهي لم تحتسب، اللاعب مفيش اي كوره، اللاعب بيتدخل تماما على جسم وليد سليمان، وايضا على فكره في لقطه مش معانا ولكن مهم جدا نذكركم بيها، طرد صحيح للاعب الزمالك برضو ما كان في طرد صحيح ما اتطبقش وفرق معانا جدا في المباراه لاسامه فيصل اللي سجل بالمناسبه الهدف الثالث. حكم زي ايفان بيبك ده تاريخه يا جماعه في اوروبا متواضع جدا، الراجل من 2016 تقريبا لا يدير اي مباريات في دوري الابطال، ما حكمش في كاس العالم، وهي دي نوعيه الحكام الاجانب اللي بيقول لك هي موجوده، وعشان كده لازم تقف عند جمله الدوريات الخمسه الكبرى. ايضا عندنا الصربي جروجيتش في مباراه بيراميدز 2-1 ضرب الجزاء لصالح النادي الاهلي لم تحتسب، كان علي جبر تدخل على رجل احمد الشيخ، قدامنا يا كابتن هاني اللقطه طبيعي. احمد الشيخ علي جبر بيدوس على رجله وخسرنا المباراه دي 2-1. ايضا كان لنا تجربه مع حكم كرواتي ايضا سابق وهو بافل في 2017 مباراه السوبر، والغريبه يا كابتن هاني ان الحكم ده وقفوه بعد المباراه، عرضوا عليه لعبه عبد الله السعيدي اللي كانت في السوبر لصالح الاهلي واعترف بنفسه ان هي كانت ركله جزاء. اعتقد احنا كده عرضنا اللقطات، ولكن كمان خلي بالك بقى يا فارس، يعني حتى لو ما فيش يعني لو ما فيش حكام بالنسبه للتوب 5 ليجز الحكام النخبه في الدوريات الخمس الكبرى، لكن وارد جدا تجيب حكم، يعني في حكام دلوقتي من رومانيا بتحكم في الشامبيونز ليج في الادوار الاقصائيه في الدور قبل النهائي، وبالتالي محتاجين حكم ذو سمعه طيبه، حكم مصنف بشكل او باخر نخبة. هو مش معنى اي حكم اجنبي يبقى حكم اجنبي وخلاص، وده مهم جدا، ويعني انت اسردت كمان نقاط مهمه جدا جدا في هذا الملف، ونتمنى دايما بنقول، وخلي بالكم احنا ما يعني ما فيش تجني على الحكم المصري، احنا اكتر ناس زعلانين ان ما عندناش حكام مصريين في كاس العالم اللي جاي، دي طبعا علامه استفهام كبيره. خلي بالكم كمان التصفيات الافريقيه اللي فاتت المؤهله لكاس العالم، الخمس ماتشات الكبيره ما كانش فيها حكام مصريين، دي كمان علامه استفهام كبيره. 10 مباريات ذهاب وعوده، ذهاب يعني وعوده صعب جداً. وكمان مباريات ذو قيمه كبيره جدا جدا، فلازم كان يكون الحكم المصري ممثل لهذه في هذه المباريات، وبالتالي دايما بنقف وبنشجع وبنقول احنا مع الحكام المصريين، لكن خلينا نتكلم بكل امانه، الاصلاح لازم يكون قريب جدا، عمليه التحكيم اعتقد في مصر وصلت لدرجه انها لازم تكون، لان ده يعني حلقه مهمه جدا جدا في كره القدم يا جماعه، احنا بنتفرج بره سرعه الفار تبقى عامله ازاي، سرعه اتخاذ القرار ازاي، اللياقه البدنيه هتبقى عامله ازاي، اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم عامل ازاي، كل دوت في ان شاء الله في الفترات الجايه لازم 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 التحكيم المصري نشوفه افضل من كده، لان احنا عندنا حكام كويسين مش هنقول لا، لكن التطوير كرة القدم فيها سرعة أداء، فيها متغيرات كتيرة جدا، بتشوف الدوري الأسباني حتى الالتحامات، في التحام على مستوى القوة البدنية يعدي مش فاول، عندنا الحكام للأسف الصفارة تيت 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 على طول بتكسر رتم المباراة أكتر ما هو مكسور. نتمنى طبعا التوفيق، كمان كلنا أمل إن شاء الله بإذن الله كمان المباراة اللي جاية تكون بحكام أجانب على مستوى عالي. مهم ده، حكام أجانب على مستوى عالي، لأن النادي الأهلي لما قصد في بيانه الدوريات الخمسة الكبرى كان يحذر من مثل هذه النوعية من الحكام اللي تاريخهم غير موجود، واللي سهل جدا يجي يغلط وما هوش خايف على تاريخه ولا اسمه وبعيد جدا عن إدارة المباريات الكبيرة، وانت جايبه عشان تقول لي شفت المصري زيه زي الأجنبي. على فكرة كابتن بالمناسبة وقتها الحكام دي لما جت كان مثلا كابتن ياسر عبد الرؤوف قال ده حكم فرز رابع، كابتن أحمد الشناوي قال دي حكام لا تصلح تيجي تدرب تدير مباريات في مصر، فانت ما تجيبليش النوعية دي وترجع تقول لي ما الحكم المصري أفضل. وانا جبت لك طلباتك وانا جبت لك حكم اجنبي، لا يعني طبيعي النادي الاهلي متحمل مبالغ كبيره جدا، خلي بالك دلوقتي كمان الطقم بيجي بالفار، قبل كده كنت بتجيب 80000 دولار للمباراتين، انت بتجيب يعني الحكم الساحه وحكم الرابع وكمان الفار يمكن بيكونوا ثلاث حكام، وبالتالي كمان ميزانيه كبيره على النادي الاهلي، ولكن في ظل ان احنا حابين تكون خلي بالك التحكيم الاجنبي ساعات بيبقى مهم جدا جدا كمان الحكم المصري يفيده. يشوف ده
يشوف جدا ده. واتمنى كمان ان الحكم اللي هيجي ممكن جدا يعمل دوره للحكامنا في ظل انه موجود في مصر، ممكن يوم او يومين يعمل دوره تدريبيه أعتقد حد بيفكر كده كابتن. يعني نستغل لو حكم كبير على مستوى عالي جدا، ليه لا ان هو يعني يكون حكم لمباراه النادي الاهلي. رئيس لجنه الحكام طلع قال فكره ان يجي اللي بيقول رئيس لجنه الحكام يجي اجنبي، ده بيتكلم في خيانه، او ده ما بيحبش بلده، او ما بيحبش تطوير تحكيم بلده. يعني انت حضرتك متخيل التفكير بيكون ازاي واحنا عندنا المدير الفني لاتحاد الكره كان اجنبي؟ فاللي عايز يخطط يا كابتن هاني، وشفنا تجارب في الدول العربيه وحضرتك اكيد رصدتها، ناس جت طورت التحكيم، وكان من في مصريين شاركوا في ده في وقت مش من الاوقات. مش عيب ان احنا نجيب حد من بره ويقعد ويحط استراتيجيه كبيره ويطور، مش عيب. يعني في ناس سبقونا في الحته ديت، مش عيب انك تجيب يعني تجيب حكام على مستوى عالي جدا يدوا دراسات ويعملوا تطوير للمدرب المصري. ده شيء جيد وهيفيد التحكيم المصري، وبالتالي هيفيد الكره المصريه بشكل كبير. عايز اكلمك على البيان اللي طلعه كمان يعني رئيس نادي المريخ السوداني بشان طبعا الاكاذيب والحاجات اللي طلعت في الفترات اللي فاتت، عايز اخد رايك فيها وشايفه ازاي. يا كابتن هاني انا كنت سعيد جدا بالبيان، مش نتيجه الموضوع نفسه يا جماعه لا يرقى يعني لفكرة صحيح. المنطقية لسبب، يعني فكرة ان النادي الاهلي يضمن بشكل او اخر ان هو يكسب صن داونز ذهاب وعودة ويكسب الهلال ذهاب وعودة، هو الموضوع بسيط جدا. انا لو كسبت صن داونز ذهاب وعودة والهلال ذهاب وعودة عندي 12 نقطة، مش خلاص محتاج حاجة من بالزبط. وتاني حاجة النادي الاهلي مع المريخ هو كسبه في المواجهتين صحيح. فاذا الاسس اللي ذكرت او الاسس اللي البعض روج ليها غير موجودة وغير موضوعية، فهي لا تعنينا او الرد عليها، لان الرد مش عايزين نقف عندها كتير بصراحه. يعني احنا بننقلها للساده المشاهدين بس حقيقي. كخبر احنا عايزين نقف عند حاجه تانية خالص يا كابتن، وهي نادي المريخ وحرصه على العلاقه طبعاً. والتدخل الرشيد والمسؤول، وان يتكتب ان احنا مدينين بان احنا النادي الاهلي نعطيه حقه، لان هو نادي كبير في افريقيا. انا ده اللي محتاج اقف عنده، محتاج اقول ان العقلاء واللي لديهم الحكمه في افريقيا وفي اداره الانديه هم دول اللي لازم نسمع منهم الكلام، وهم دول اللي لازم نقف عندهم، مش بعض الكلام اللي بيخالف أي منطق أو أي عقل، مش هو أبدا اللي ممكن نفكر فيه أو نقف عنده. صحيح، مهم جدا كلام اللي أنت قلته، وإن شاء الله بإذن الله يعني إحنا مش هنقف عند ده، لأن النادي الأهلي أكبر من ده طبعا بكتير. خلينا كمان خبر كويس قوي، تشكيلة الجولة إيهاب ربع النهائي بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا الحقيقة، يعني وجود محمد عبد المنعم في التشكيلة، يعني أنا في رأيي محمد بيعمل مباريات على اعلى مستوى، وانا بقول نجم صاعد بسرعه الصاروخ، بعض التحفظات على الرياكشنات، بعض التحفظات ما زلت. انا عايز اسمع ده من حضرتك. انا لازم، وانا قبل كده يمكن كنت معاك برضو يا فارس وقلت ان محمد عبد المنعم لاعب مبشر جدا، لاعب كبير جدا، ولكن محمد عبد المنعم في اول خطواته لازم يعرف الكلام دوت، لازم يعرف محمد عبد المنعم انه خلال الشهرين اللي فاتوا هو الناس عرفت محمد عبد المنعم عن طريق النادي الاهلي، وجوده مع منتخب مصر عن طريق النادي الاهلي، اداؤه الرجولي في البطوله الافريقيه، اداؤه في النادي الاهلي، بنقول ان في لعيب على الطريق، لازم هو يعرف الكلام ده، لسه لعيب على الطريق. كلام مهم جدا. انا ما بقللش من كفاءته، نتكلم على فنيات، هو لازم يعرف ان لعيب الكوره مش فنيات بس، لعيب الكوره رياكشن، اداء، مستوى متميز دايما، عنده طموح عالي جدا، لازم يعرف ان كل مباراه، وخاصه بتلعب في نادي زي النادي الاهلي، لازم تكون ان كل مباراه بالنسبه لك مباراه تحدي، ان لازم اللي جاي ده طبعا التشكيله، طبعا احنا يعني ده شايفين وجوده طبعا في التشكيله، ولكن اكتر من لاعب كمان من وفاق سطيف، لان وفاق سطيف عمل مباراه وعمل نتيجه يعني كانت غير منتظرة عند البعض، وأكيد طبعا هو مفاجأة في البطولة. وعجبني التحضير النفسي يا كابتن هاني من كابتن سيد عبد الحفيظ لما قال ده فريق بيتفوق علينا في المواجهات المباشرة، وأنا بقول لحضرتك من دلوقتي البطولة دي اللي هيحترم المنافسين هو اللي هياخدها، اللي هيدخل وهو عنده قناعة أن عنده أفضلية على وفاق سطيف نتيجة فنيات أو فرق
فارق قيمه تسويقيه هو ده اللي هيكون بره البطوله. صحيح. فمهم جدا ان احنا نعرف. انا كنت سعيد جدا بكلام كابتن سيد عبد الحفيظ وهو بيقول ان وفاق الصيف متفوق علينا في المواجهات المباشره، لان انت من دلوقتي بتقول للاعيبتك ان البطوله دي مختلفه، وان كره القدم يا جماعه مش احنا شفنا تجارب، شفنا سان داونز خرج، شفنا الترجي خرج، شفنا حتى بايرن ميونخ وهو بيخرج من فيا ريال. فاذا كره القدم مش فكره قيمه تسويقيه قصاد قيمه تسويقيه. ولكن الكلام اللي كان كابتن هاني بيقوله عن على محمد عبد المنعم ده مهم جدا يا جماعه، لان اللي بيوصل لاخر المشوار واللي بيوصل لاخر الطريق على فكره مش شرط يكون اسرع واحد ولا امهر واحد ولا افضل واحد كان في السبق. اللي بيوصل لاخر المشوار هو بيكون اكتر واحد تحلى بالضوابط وخد الاسباب وكان بيتعامل في كل اللحظات ان هو يوصل لاخر المشوار. عشان كده محمد عبد المنعم زي ما قال لكم كابتن هاني، يعني لما كابتن هاني يتكلم على مدافع ويشيد بيه بالشكل ده دي شهاده عظيمه جدا، ولكن كمان اتكلم في نقطه ودي خبره من حد عنده تجربه عظيمه وتجربه احترافيه. فلما يكلم محمد عبد المنعم في الحته دي اتمنى الرساله توصل لمحمد كويس جدا، لان هو يستحق يا كابتن. هو طبعا يستحق، وزي تاني بتكلم ولازم الرساله توصل بشكل مباشر. محمد انت لعيب هايل، لعيب مميز، عندك امكانيات، لكن لازم تعرف انك لسه على اول الطريق، الطريق قدامك طويل يا رب ان شاء الله 20 سنه كمان، لكن عايزك تنزل في كل مباراه سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر كما بدات في الاول، ان هي دي اول دي مباراه التحدي. كل مباراه تنزلها هي دي مباراه التحدي، لازم اثبت وجودي في كل مباراه. خلي بالك التيشيرت النادي الاهلي تيشيرت تقيل جدا، جماهير النادي الاهلي مش سهل ان انت تكسب جماهير النادي الاهلي، كمان تيشيرت منتخب مصر تقيل جدا، فلازم تكون عندك دوت. انت لعيب عندك كل الامكانيات، استمر في تدريبك الجدي، التزامك، طموحاتك لازم تكون عاليه جدا جدا، لكن الاكتر من كده اوعى حته الغرور تخش، دي مهم جدا، اوعى حته الغرور تخش، اوعى تحس انك اعلى من اللعيبه كلها، دي نقطه اعتقد ممكن جدا يعني ان شاء الله لو تظهر عندك تقتلها على طول. دايما تفكر كده، لا انا دي مباراه اول مباراه ليا مع النادي الاهلي، اول مباراه ليا مع منتخب مصر، وتدي اكتر ما عندك. لكن حته ان الناس حتى انا باخد حتى من كلام الناس يا محمد، الناس بتحس ان لعيب كويس بس بدا يتغر شويه، خلي بالك من الجزئيه دي. الجماهير يعني بتحس كويس قوي، الجماهير ذواقا، الجماهير عارفه لعيب الكوره لما سنه الغرور توصل له. فارجو ان شاء الله باذن الله انك تقتل ده من الاول، انت راجل في الملعب، عندك حس البطوله، عندك حس الليدر، لازم تكون ليدر في الملعب. ولكن لما يكون في كابتن موجود في الملعب يبقى انت تسمع كلام الكابتن وليس العكس. مفيش اي مانع انك توجه زمايلك بشكل او باخر كواحد بتلعب ورا، لكن كمان مهم جدا اسلوب التعامل مع اللعيبه يكون ازاي. فالرساله لمحمد المعني اللي انا شايف ان هو ان شاء الله هيكون مستقبل النادي الاهلي ومستقبل منتخب مصر في السنين اللي جايه، لازم ان شاء الله الالتزام والطموح هو سر النجاح. ده حقيقي. وكمان ما ننساش محمد الشناوي بقى، كمان ده حبيبنا يعني، محمد الشناوي بيقدم مستويات اكتر من رائعه يا كابتن. وانا بقول الشناوي مميز يا كابتن لانه في اللحظات اللي بتحتاجه فيها بتلاقيه، يعني حارس مرمى عنده شخصيه، ده مهم جدا، وكمان عنده قدرات قياديه، عنده ثبات واتزان نفسي كبير جدا، وكمان فنيا قدر يقطع اشواط كبيره جدا، انه يكون موجود مع المنتخب الاولمبي من ضمن 3 لاعبين، انه يكون موجود مع المنتخب الاول بالشكل ده، انه يلعب كاس عالم ويكون افضل لاعب في مباراه اوروجواي. محمد الشناوي هو بالنسبه لي علامه فارقه. أنا شفت إن بعد كابتن عصام الحضري مرمى النادي الأهلي عانى كثير جدا، إلى جاء محمد الشناوي لينير ظلام حراسة مرمى النادي الأهلي ويعيد لها بارقها الاستثنائي. طول عمر حارس مرمى النادي الأهلي يا جماعة ده لازم يكون رقم واحد وفرق كبير جدا. عشان كده معانا فيديو جراف مهم جدا عن الشناوي.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. بنرحب في الفقره ديت باثنين محللين على مستوى عالي جدا. كلنا طبعا نترقب مباريات النادي الاهلي على المستوى المحلي في الدوري، لكن كمان مش هقول الاهم بالتوازي، طبعا كل الناس منتظره القادم. هنحلل مع حضراتكم بوجود اثنين من نجومنا الكبار في التحليل، احمد ثابت ومحمد الباز. بنرحب بيكم في الاهلي في رمضان، منورنا ومشرفينا. ده نور حضرتك. نور حضرتك. اهلا بيكم. واكيد يمكن ثابت صديق كان نفسي من زمان نعمل حاجه سوا، واكيد الباز بقى راجل كره عالميه. عايزين نسمع النهارده بقى، نشوف المحل ايه اخبارك فيه. عايزينك تتالق كده في المحل. يعني خش في المحل. طبعا شفنا الفتره اللي فاتت اكيد النادي الاهلي، طبعا عندنا مباراه الجيش والرجوع للدوري، وعندنا الرجاء. بشكل عام يا ثابت، عايزك تكلمني، شايف موسيماني في الفتره اللي فاتت في مباراه الرجاء حقق اهدافه اكيد منها، ولكن التفاصيل الفنيه اللي انت شفتها ازاي، وايه اللي شفت موسيماني قدر يعمله هو اللي كان نتيجته ان احنا نقدر نتاهل على ملعب صعب جدا زي مركب محمد الخامس، وظروف صعبه جدا زي الظروف الجماهيريه اللي مرينا بيها. تمام، هبدا معاك من الاول، من اول مباراه الذهاب. تعالى نشوف كده من اول ماتش المصري، كلنا خدنا بالنا ان هو غير طريقه اللعب، كلنا استغربنا ساعتها هو بيعمل ليه كده؟ ليه بيبدا ببيرسي تاو جنب ابن محمد شريف؟ لعبنا 4-4-2. ترين ان هو كان من وجهه نظر يعني ان كان بيتسو موسيماني بيجهز طريقه اللعب دي عشان الرجاء في مباراه الذهاب، لان هو كان متوقع ان هم هييجوا يلعبونا هنا بثلاث مدافعين 3-4-3 اللي هي طريقه اللعب في مباراه الذهاب، وبالتالي جهزها من مباراه المصري. فبدا هنا ب 4-4-2 في مباراه الذهاب. شوف المرونه التكتيكيه اللي عند المدرب مستر بيتسو موسيماني. لما بدانا هنا بدانا ب 4-4-2، محمد شريف وبيرسي تاو وحسين الشحات على الاطراف، كان دايما بيخش لجوه حسين الشحات، وكان احمد عبد القادر برضو بيخش لجوه، فكان الجناحين دايما بيخشوا لجوه كصناع لعب، وكان هو بيعتمد على لعبه واحده اللي هي المساحات اللي ما بين المساكين، لانهم بطاء جدا مدافعين الرجاء، كان دايما بتتلعب ان اللعبه بيتحرك بيرسي تاو هو اللي بيتحرك في المساحه اللي ما بين المساك اليمين والباك اليمين، بتتلعب له. حتى الكره دي جه منها الهدف الاول، وجه منها فرصه محمد شريف الضائعه. الهاف سبيس كانت هي السر، اللي هي انصاف المساحات الموجوده ما بين الظهير الايمن وما بين المساك الايمن. ده كان اللي بيلعب عليه مستر بيتسو موسيماني. بص هقول لحضرتك على حاجه برضو، المدرب رهان. يعني ايه رهان؟ انت بتراهن على تشكيله، على تغييره، بتذاكر المنافس. لازم مستر بيتسو بيذاكر المنافس بشكل كويس جدا، عنده قرايه المنافس واضح جدا من التغييرات. كذلك الشوط الثاني احنا كان عندنا نوع من عدم التركيز، استقبلنا هدف في نهايه الشوط الاول، وحتى الفرصه الاخيره اللي انقذها محمد الشناوي. مش معنى كده ان محمد الشناوي صد ان الفرقه بتاعتنا عندها مشاكل او لا، ده طبيعي، انت برضو بتقابل منافس ومباراه النوك اوت دي حاجه مهمه اكيد. الفرقه الثانيه برضو بيبقى ليها رد فعل. تعالى نروح بقى لمباراه الاياب. برضو جمهور الاهلي يا فارس، بصراحه جمهور الاهلي، كنت في المدرجات بصراحه جمهوره عصيم جدا، ما عندوش بصراحه حته الهزيمه او الياس خالص. انا كنت مستغرب، خارجين 2-1 والناس بتشجع والناس عندها حماس ويلا والاهلي وهنرجع وكده، تحس ان الجمهور الاهلي ليه دور كبير. الحاجه الثانيه كابتن سيد عبد الحفيظ بتصريحاته اللي حصلت بعد مباراه الذهاب، اللي خايف ما يجيش معانا، ده مهم. بعد كده تصريحات وجود كابتن الخطيب ووجود سفر كابتن حسام غالي، الاثنين مع البعثه من اول يوم يحسب ليهم. كذلك كابتن محمد الشناوي وتصريحاته الاحداث اللي هي قبل المؤتمر الصحفي بالزبط. لو جمعت وربطت الاحداث دي هتعرف يعني ايه شخصيه الاهلي. دي نقطه مهمه جدا. تعالى لبيتسو موسيماني بقى عمل ايه في الاياب. الناس اللي بتنتقده، احنا لعبنا 5-4-1 او 3-4-3، بتتحول في الحاله الدفاعيه ل 5-4-1 صرف، اللي هي الجناحين بيرتدوا وبتعتمد على الهجمه المرتده. ده مستر بيتسو موسيماني. طيب هل انا لما اروح العب الرجاء في ظل الجماهير الموجوده دي والملعب الممتلئ على الاخر، وفي ظل تحكيم غريب الحكم السنغالي نضاي ده، مفيش، انا اول مره اشوف حكم بيحسب فاولين بس الفرقه، ده عمرها ما حصلت، و17 فاول للرجاء وفاولين بس، غير الاخطاء اللي حصلت الكتيره يعني. فانت بتتكلم في 5-4-1 دافع بشكل كويس جدا، واعتمد على ان هو يا اما من ضربه ركنيه، نقطه قوتهم على فكره كان الرجاء ضربات ركنيه. هل انت حسيت
بخطوره الضربات الركنيه للرجاء في ماتش الذهاب او ماتش الاياب. وعلى فكره احنا حظنا هنا يا كابتن هاني لما اتكلمنا في مباراه المصري بالظبط قلنا كان عندنا مشكله في العيوني انت ممسك ازاي صح. وشفنا على الجانب الاخر قلنا في مباراه الرجاء وكان عندنا كلام مهم جدا في النقطه دي انك لازم في الكرات الثابته تكون ممسك الافراد صح. اعتقد يا كابتن هاني ده كان حصل بشكل كبير جدا في حصل الكرات الثابته. وزي ما بنتكلم دايما الكرات الثابته يعني كان عندنا احنا كنا دايما بنقول خلي بالكم يا جماعه الكرات الثابته الضربات الركنيه بيبقى فيها بعض المشاكل صح. لكن عايز اسالك يا باز كمان انت بالنسبه للموسيماني وانا في رايي ارقام كبيره جدا جدا على مستوى البطولات على مستوى النتائج حتى اللي بيذيع بيقول لك خلاص انت هتقابل موسيماني في الدور الاقصائي خلاص انت كده كده مغلوب. عايز اخد رايك في الجزئيه ديت لكن تعالوا مع بعض الاول نطلع ونشوف تقرير سريع جدا عن بيتس موسيماني ونرجع مع محللنا كمان نتكلم على ما هو قادم المباريات اللي جايه للنادي الاهلي. بيتس موسيماني عمليه الروتيشن هتكون موجوده ولا لا، تغيير الخطط بشكل كبير جدا، مرونه تكتيكيه زي ما قال احمد ثابت، هل دي ميزه ان يكون عندك اكتر من خطه تلعب بيها ولا تثبت خطه معينه وتشتغل بيها طول السيزون؟ هنتكلم مع محللنا ونشوف بعد هذا التقرير. يواصل الجنوب افريقي بيتس موسيماني مشواره الناجح مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، ووصل مع المارد الاحمر للمرحله قبل الاخيره بعد اقصاء الرجاء المغربي وانتظار مواجهة قوية مع وفاق سطيف الجزائري. الجنوب إفريقي قاد الأهلي في 26 مباراة خلال دوري أبطال إفريقيا، انتصر الأهلي في 17 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مباريات، وأحرز الفريق 50 هدفا واستقبل مرماه 17 هدفا. واستطاع موسيماني أن يتفوق على فرق شمال إفريقيا حيث أقصى من قبل الوداد المغربي والترجي التونسي وأخيراً الرجاء المغربي. البداية كانت ضد الوداد المغربي في أول لقاء للجنوب إفريقي مع الأهلي بدور الأبطال، وحقق الفريق الفوز بثنائية نظيفة وكرر الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 ليصعد لنهائي القرن الذي توج به على حساب الزمالك. الموسم الماضي استطاع الأهلي أن يقصي الترجي من نصف نهائي دوري الأبطال وحقق الفوز ذهاباً وإياباً، حيث انتصر في رادس بهدف دون رد، وفي ملعب الأهلي ويا السلام حقق الفوز بثلاثية. وأخيراً تأهل الأهلي على حساب الرجاء المغربي بعد الفوز في القاهرة بنتيجة 2-1 وفرض التعادل الإيجابي 1-1 أمام أكثر من 40,000 مناصر للفريق المغربي في ملعب محمد الخامس. وفي مباراتي السوبر الإفريقي قهر الأهلي تحت قيادة موسيماني نهضة بركان بثنائية والرجاء المغربي بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1. أهلا بحضراتكم مرة تانية. بس كنا بنتكلم قبل التقرير عن المرونة التكتيكية اللي اتكلم عليها أحمد ثابت وقول إن موسيماني عنده أكتر من طريقة لعب، يعني 4-4-2 4-3-3 4-2-3-1 3-4-3 كل دي مرونة تكتيكية. عايز أخد رأيك عشان الناس برضو مش فاهمة الجزئية دي بشكل أو بآخر، هل من الأفضل يكون عندك خطتين بس تلعب بيهم ولا المرونة التكتيكية بالرغم إنها ممكن تأثر على بعض الفنيات ولكن بتجيب نتائج بدليل النتائج الفايته اللي فاتت مع موسيماني؟ شايف ده ازاي وشايف الثلاث مباريات اللي فاتوا على المستوى الارقام ازاي للنادي الاهلي؟ صحيح، لما يكون في مرونه تكتيكيه من تغيير خطه اللعب والسيستم لاكثر من طريقه زي ما حضرتك قلت 4 طرق مختلفه لحد دلوقتي، دي بتوضح لنا ان عندنا تولز، عندنا ادوات عند بيتس موسيماني، ادوات كتيره جدا تقدر تساعده في تطبيق الامبلمنتيشن بتاع كل الخطط 3-4-3 اخرهم شفناها في مباراه الرجاء، والتحول زي ما قال ثابت ل 5-3-2 او العكس في حاله عدم حيازه الكره في المباريات السابقه ايضا. يعني الخطط التكتيكيه او المرونه التكتيكيه فعلا لوجود عناصر قويه كواليتي عالي جدا يقدروا يساعدوه في تطبيق الخطط ديت على ارض الملعب. بنشوف ان في، انا بشوف بيتس موسيماني مشروع لاول مره اشوفه مختلف عن اي مشروع مدرب في العالم. يعني شفنا بدايه بيب جوارديولا مع المان سيتي،
شفنا كلوب مع ليفربول في اول موسم او اول موسمين ما كانش فيه النتائج الكبيره، كان لسه بدايه مشروع في تطوير الفريق، في اعداد الفريق، في اختيار العناصر، في حاجات كتيره جدا لفيجن قدام للونج ران او خطه طويله المدى ان هو يحقق بيها نتائج. الجميل في مشروع موسيماني ان هو ماشي بالتوازي في تحقيق بطولات ارقام ناجحه مع ايضا مع المرونه التكتيكيه واختيار عناصر تنفذ الخطط او السيستمز المختلفه الفورميشنز اللي احنا بنشوفها ديت، ده حاجه مختلفه، حاجه بتدل ان قوه بيتسو موسيماني في السكواد كمان، في السكواد طبعا الكواليتي العالي اللي يقدر يساعده في تطبيق الكلام دوت على ارضيه الميدان. 3 4 3 من افضل الطرق اللي احنا شفناها في الطرق الهجوميه طبعا، في التحولات، في الارتداد، في المرتدات، في الترانزيشن. يعني الناس كلها قالت ان احنا في ماتش الرجاء الاخير كنا بنلعب بطريقه دفاعيه بحته، يعني انا تقريبا شفت الدفاعيه في 10 دقائق 15 دقيقه، ولكن معظم يعني 75 دقيقه كنا بنهاجم، وصلنا اكتر من مره. لو هنبص على رقميا على ارقام النادي الاهلي في اخر 3 مباريات، حتى مباراه المصري في الدوري ومباراتين الرجاء، لا يعني عندنا ارقام بتوضح قد ايه الاهلي بيوصل للمرمى، قد ايه طبعا وجود بيرسي تاو اللي بيعمل شبه فوضى في او خلل في خط الدفاع ممكن ما يكونش مؤثر او ملموسه للناس بشكل كبير، ولكن تحركاته السريعه بتخلق الانصاف، خلينا المساحات، خلينا انه محتاج يكون فعال بشكل اكبر على المرمى، يعني هو طبعًا. ده اللي ناقصه فعلا ان هو يقدر انه يكون فعال. الفينيشنج هو شويه التمركزات، عايز شويه ثبات انفعالي في البوكس. شفنا اكتر من فرصه، في فرصه في مباراه الرجاء كان ممكن يبصيها بشكل يعني سهل جدا تترجم لهدف، هو ده بس اللي ناقصه، يكون اكتف اكتر على المرمى على الثلاث خشبات، ولكن هو بيتحرك كتير جدا. انا شايف ان بيتسو موسيماني مع المرونه التكتيكيه مع وجود العناصر الكواليتي العالي رايح للحته الديناميكيه ما بين حسين الشحات وبيرسي تاو في الجناح اليمين، والتداخل لواحد انسايدر وينجر بيخش تاني بيخرج، بيحاولوا ان هم يفتحوا المساحات ما بين اللي هو انصاف المسافات والمساحات ما بين خط. احنا عندنا قدره نلعب شادو سترايكر، يعني بنشوف في انديه كتيره زي المان سيتي على سبيل المثال ما بيلعبوش بسترايكر. هل وجود، وهكلمك ثابت في دي، شفت بيرسي تاو ازاي في الفترات اللي فاتت؟ بعض الناس بتقيم بيرسي تاو قبل الاصابه وبعد الاصابه، بعض الناس بتقول لا قبل الاصابه كان مميز جدا، كان بيلعب وينجز او بيلعب بطريقه، كان بيلعب مهاجم بشكل اكبر. يعني عندنا دلوقتي بيلعب بسترايكر صريح. شايف التحليل ده لبيرسي تاو ازاي من وجهه نظرك التحليليه، وطريقة انك بتلعب بشادو سترايكر او مش مهاجم صريح، هل تنفع مع فرقتنا في وجود العناصر الموجودة، ولا تفضل ان يكون عندنا محمد شريف في سترايكر ونبني الخطة من تحتية؟ على حسب المنافس طبعا يا كابتن هاني، على حسب. بس انا شايف ان بيرسي تاو لعيب كبير، يعني بيرسي تاو صفقة كبيرة جدا، سيبك من اي انتقادات بتتوجه له، هو هيجي مع الوقت. يعني لعيب واضح ان هو عنده شخصيه النادي الاهلي، عنده نجم كبير في جنوب افريقيا، لعيب دولي كبير، بيتحرك لتحت بشكل كويس جدا. هو موسيماني عايز منه كده، عايز ينزل يفتح المساحات في ظهر المدافعين، بيتحول ساعات كصانع العاب، بيلعب جناح، بيلعب في كل المراكز اللي قدام، يعني بيلعب مهاجم وهمي، بيلعب صانع العاب، بيلعب جناح في الحتتين، لعيب كبير جدا، بس محتاج لسه اللمسه الاخيره. اللمسه الاخيره دي هو واضح ان هو لسه عنده مشكله بدنيه شويه، وعايز ثقه، الثقه دي هتيجي لما يجيب اهداف. بس هرجع لنقطه مهمه جدا، نقطه موسيماني يا كابتن هاني. موسيماني يا جماعه لو في اي نادي تاني كانت عمل له تمثال بالنتائج اللي بيعملها دي، ده حقيقي. الكره ارقام، بص على الارقام في الادوار الاقصائيه، انت بص على الماتشات الاقصائيه اللي لعبها، يعني في نص النهائي من اول ما جه لعب الوداد، كسب الوداد، بعد كده كسبه كام؟ 2-0، بعد كده مباراتين، بعد كده 3-1، بعد كده كسب الزمالك في النهائي 2-1، ده كده بطوله. تعالى البطوله اللي بعدها في دور الثمانيه، لعب صن داونز كسب 2-0، وبعد كده تعادل 1-1، وبعد كده كسب الترجي 1-0، وبعد كده 3-0، وبعد كده في النهائي كسب كايزر تشيفز ثلاثيه، ده كده بطوله ثانيه. تعالى البطوله دي، الرجاء المغربي في دور الثمانيه كسب الاهلي، ادي كسب، ادي قدامنا نتائج موسيماني. طبعا ارقام طبعا موسيماني مع الاهلي في الادوار الاقصائيه، طبعا في الادوار الاقصائيه اللي هي ماتشات النوك اوت، اللي هي الذهاب والاياب، اللي هي المباريات الحاسمه، مستبعد كاس العالم للانديه، اللي هو مستبعد السوبر الافريقي كمان. ده مهم ليه ثابت حته كاس العالم للانديه، لان البعض بيجي يتكلم في فكره ان السكواد
بتاع النادي الاهلي في افريقيا اقوى من اي منافس اخر على فكره. يعني احنا مرينا بتجارب لو تفتكر كتير جدا، مستر مانويل جوزيه راجل عبقري وحققنا معاه نتائج يعني تاريخيه، ولكن خرجنا من كانو بيلرز مثلا في 2009، وبعد المباريات مع الصفاقسي في 2006 في دور المجموعات كان في تعثر. فكاس العالم للانديه هو اختبار مع منافس اقوى، ومع ذلك نتائج موسيماني، بالميراس اول فوز على فريق من امريكا الجنوبيه في تاريخ النادي الاهلي، ومونتري اول فوز عليه في تاريخك، وكمان برضو عندنا رباعيه الهلال. فده بيكمل ده. انت بتتكلم كمان في 10 ماتشات في الادوار الاقصائيه، 10 ماتشات كسب 8 وتعادل ماتشين في الادوار الاقصائيه ذهاب واياب، يعني داخل القاهره وبره القاهره طبعا. غير الماتشين السوبر الافريقي، غير ان هو السنه دي كسب الزمالك 5، كسب الاسماعيلي 4، كسب بيراميدز 3، دول الثلاثه اللي هم المنافسين عندك في الدوري المصري، كسب الهلال السعودي 4. والله النتائج دي لو بيعملها اي مدرب تاني اقسم بالله هيعملوا له تمثال. ده صحيح، انا اتفق معاك. معلش كمان يا فارس، انت تعالى نقلب الايه، انت بتلعب كويس وبتتغلب. يعني كانت هتبقى ردود افعال ازاي دايما. وخلي بالك النادي الاهلي لما بنقول كده هو ما بيلعبش وحش، هو النادي الاهلي ومش معنى كلامي برضو كابتن هاني ان موسيماني ما بيغلطش، او ان موسيماني عشان موسيماني عشان برضو مش ان انا بجمل موسيماني، لا موسيماني عنده اخطاء في التغييرات مثلا عليك. بعض اي مدرب في العالم بيغلط في التغييرات، بيغلط في بعض التشكيل، ممكن ما يكونش موافق لاي مدرب، اي شخص في العالم ممكن ما يكونش موافق، بس انت بتقيم نتائج، بتقيم الراجل ده عمل لي ايه، الراجل ده وصلني نص نهائي في 3 سنين ورا بعض، ماشي بشكل كويس في الدوري هو الاول، يعني مش ماشي في حته. طيب هنطلع معانا زميلنا المراسل العزيز محمد توفيق، نشوف اخبار الفريق واستعدادات مباراه طلائع الجيش، مباراه هامه جدا في الدوري، اكيد كلكم حريصين وانتم بتتفرجوا دلوقتي على شاشه النادي الاهلي ان انتم تعرفوا اخبار الفريق، جاهزيه اللاعبين، حاجات كتيره جدا. نتمنى تطمننا على الفريق، وهل الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش والعودة من أفريقيا والاندماج بقى في الدوري المحلي، مباراة مهمة جدا. مساء الخير الزميل العزيز محمد فارس، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن هاني رمزي ولضيوفكم الكرام في الاستوديو. زي ما انت قلت انا هنا موجود معاكم من فرع النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره لمتابعه تدريب فريق النادي الاهلي الاخير لاستعدادا لملاقات طلائع الجيش غدا ان شاء الله في تمام 9:30 على استاد الاهلي وسلام في اطار مباراه الجوله 16 من الدوري الممتاز. يمكن النادي الاهلي طبعا زي ما قلت يا محمد العوده من افريقيا يوم السبت، على طول بنخش في اجواء الدوري بمباراتين، الاولى امام الجيش ان شاء الله غدا، ومن بعدها ان شاء الله يوم السبت امام سيراميك كليوباترا. يمكن التدريب النهارده ابتدى على طول بمحاضره فيديو عقدها المدير الفني بيتسو موسيماني في غرف الملابس، يمكن استمرت لاكثر من نصف ساعه طبعا لشرح اهم نقاط القوه والضعف في يعني منافس الفريق ان شاء الله في مباراه الغد طلائع الجيش. من بعدها الفريق نزل ارض الملعب، تم عقد محاضره اخرى من كابتن سيد حفيظ كان بيتكلم في نفس المحور اللي انت بتتكلم فيها محمد، انه طبعا الانتقال من مرحله افريقيا لمرحله الدوري العام ومباراتين في ختام الدور الاول طبعا قبل لعب المؤجلات، طبعا اتكلم عن اهميه المباراتين واهميه الحفاظ على الصداره المحليه تزامنا مع الرياضه الافريقيه وان شاء الله الوصول للدور قبل النهائي، ومن ثم الوصول للنهائي والفوز باللقب ال11 باذن الله في تاريخ النادي الاهلي. يمكن طبعا زي ما تشوفوا في اللقطات والمشاهد اللي وصلتكم من التدريب، يمكن تم عمل ممر شرفي كده على سبيل الدعابه لعلي لطفي طبعا نظرا لانه رزق اول امس ببنت، فطبعا اللاعبين والجهاز الفني عملوا له ممر شرفي كالعاده في فريق النادي الاهلي في اعياد الميلاد او عوده اللاعبين من الاصابه. المره دي كان لعلي لطفي طبعا نظرا انه رزق بمولوده، فبنبارك له طبعا وبندعي له ان شاء الله وبندعي لكل لعيبه النادي الاهلي بالتوفيق في كل حياتهم. يمكن التدريب طبعا بدا ببعض الفقرات البدنيه وبعض التدريبات بالكره، ومن بعده قرر الجهاز الفني الفريق غلق التمرين طبعا، ان التمرين دوت هو الاخير واللي هيتم فيها عمل بعض الجمل الفنيه ان شاء الله اللي هتطبق باذن الله في مباراه الغد. يمكن كمان الفريق ان شاء الله محمد كابتن هاني يعني عقب انتهاء التدريب مباشره هيتم دخوله الى معسكر في معسكر مغلق باحد الفنادق القريبه من ملعب الاهلي والسلام باذن الله. يمكن الفريق كمان برنامجه هيبقى بكره باذن الله الفطار فيه تمام 7:30، ومن قبله هتبقى محاضره الفريق، عفوا الفطار هيبقى فيه تمام 6:30، ومن بعدها على طول محاضره الفريق والتوجه لملعب الاهلي والسلام في تمام 8:00 مساء ان شاء الله، تمهيدا لوصول الفريق في 8:30 لملعب المباراه وانطلاق المباراه باذن الله في تمام 9:30. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي باداء مباراه كبيره، وان شاء الله الحصول على 3 نقاط يعودوه من تاني للصداره المحليه والحفاظ
على مسيرته في الدوري، يمكن النتائج اكثر من رائعه زي ما ذكرتم في كلامكم، وكمان مع تزامنا مع النتائج في افريقيا. يمكن النهارده ابرز الغيابات طبعا وتاكد بشكل تام غياب احمد عبد القادر عن مباراه الغد، وكمان احتمال كبير يكون مش موجود في مباراه سيراميك كليوباترا طبعا رغبه في الجهاز الفني والطبي ان هم يحافظوا عليه، خاصه مع الاستحقاقات المقبله سواء في الدوري العام او كمان بطوله افريقيا. رامي ربيعه ظهر من تاني في استاد مختار التوتش هنا بيكمل برنامجه التاهيلي، وان شاء الله قريبا يكون موجود في التدريبات الجماعيه للفريق. كل الاجواء كل يعني المشاهد اللي شفناها في تدريب الفريق تقول ان الفريق مركز، ان شاء الله حاله اللاعبين جيده سواء بدنيه او فنيه، ان شاء الله حاله الانتصار والنشوه من البطوله الافريقيه يتم استمرارها بالغد ان شاء الله في مباراه طلائع الجيش بالدوري العام، وان شاء الله تكون ثلاث نقاط جايه يعني تضاف لرصيد النادي الاهلي، وان شاء الله يكمل في صدارته وريادته المحليه، وان شاء الله دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه. كلمه ليكم محمد، بنشكرك شكرا جزيلا، تحياتي ليك وتحياتي للفرقه، وان شاء الله زي ما انت قلت يعني الانتقال بقى للدوري المحلي وصراع الاحتفاظ بالقمه ده طبعا النادي الاهلي مستعد ليه بشكل كبير. كنا نتمنى طبعا عبد القادر يكون متواجد خلال الماتشين الجايين، لكن طبعا رؤيه الجهاز الفني في هذه المساله رؤيه واضحه، يعني ان شاء الله كل التوفيق، وشكرا ليك يا محمد على كل اللي انت قلته. مع عبد القادر، غياب عبد القادر طبعا، وعايز اتكلم على عبد القادر لان في حته فنيه شويه عايز اتكلم فيها. هسألك محمد، عبد القادر قدراته بتظهر بشكل كبير جدا في التلت الاخير، هل تواجده مع قفشه في التشكيله الاساسيه ضروري الفتره اللي جايه، ولا انت شايف الادوار مختلفه؟ يعني الناس بتقارن عبد القادر وقفشه، عبد القادر وقفشه، انت شايف دور عبد القادر ازاي ودور قفشه ازاي؟ هل عندهم مهام متشابهه، ولا كل واحد عنده طريقته الخاصه في الاداء ويفيد فرقه النادي الاهلي بشكل او باخر؟ انا شايف ان كل واحد عنده طريقته الخاصه، يعني عبد القادر دايما من اللعيبه اللي بتعرف تقف برضه على الكوره زي قفشه، ولكن عبد القادر المهاره عاليه عنده، بيقدر ان هو يرقص، ان هو يضم من ناحيه الشمال بشكل كبير جدا، بيفكرني شويه بدياز دلوقتي مع ليفربول، بيقدر ان هو يخلق يعني برضه مساحات، ان هو بالمرونه المهاريه العاليه عنده بيقدر ان هو يحرك الفريق، وان هو يقدر ان هو يخلق فرص بشكل كبير جدا. وجوده مع قفشه مهم، ولكن برضو زي ما قال ثابت بتختلف من خصم للآخر، يعني من الفريق طريقة اللعب الخصم، هل هي تساعدني أو تجبرني أن أنا ألعب بقفشة مع عبد القادر، أو ألعب بعبد القادر فقط، أو ألعب بقفشة فقط، ده كله برضو بيكون مبني على تحليل الخصم بشكل كبير. وجودهم مع بعض قد يشكل طبعا قوة كبيرة جدا، ومن ناحية الشمال بوجه خاص، ولكن أنا بشوف أن وجود قفشة أكتر مع ضمه من نص الملعب في حالة مثلا الاعتماد على معلول أو نزول، لما بنشوف في مباريات كتيرة جدا بيقدر نلاقي طاهر بيروح ناحية الشمال في وجود حسين الشحات زي ما شفنا في ناحية اليمين، بيقدر ان هو قفشة شوية ينزل كتمانية في بعض الأوقات، وينزل يستلم الكرة من نص الملعب، يقدر يدور الكرة بشكل كويس جدا، وينقل الفريق في التلت الهجومي بشكل أكبر من عبد القادر من ناحية شمال. طيب. بس انا في نقطه، بس قفشه وعبد القادر، قفشه احنا محتاجينه الفتره الجايه ان هو يخش، لازم ياخد برده يشارك، لانه فاق ستيف عنده مشكله في حته العمق الدفاعي، وعنده مشكله في الزون 14، فانت محتاج لعيب زي قفشه 4-2-3-1 خاصه في الماتش اللي على ملعبنا، بتتكلم ورا خط ورا الاثنين الارتكاز بالظبط. عبد القادر ملوش يعني، مش يعني مشاركه قفشه ملهاش، مش مرتبطه انا شايفها بمشاركه عبد القادر. عشان كده سالتك في طريقه اللعب، عبد القادر جناح اكتر يعني. مهم بقى ثابت، بما انك انت ذكرت وفاق سطيف، عايزين نشوف انت عندك اربع فرق موجودين دلوقتي في نصف النهائي. اهلا بحضراتكم مره تانية في الفقره الاخيره من الاهلي في رمضان. بيسعدنا ان يكون معانا واحد من النقاد الرياضيين العظماء على المستوى التحليلي وعلى المستوى الشخصي. بنرحب طبعا بضيفنا النهارده الاستاذ محمد القوسي. مساء الخير عليك استاذ محمد، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم والاهلي بخير. مساء الفل يا كابتن سعيد، بتواجدي معاكم مع فارس، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين، يا رب دايما اعياد وايام مباركه يا رب علينا كلنا ان شاء الله باذن الله. قبل ما نخش في الدوري وعوده النادي الاهلي للبطوله المحليه، عايز اعرف رايك في المشوار الافريقي لغايه دلوقتي، وصول النادي الاهلي المره 18 لنصف نهائي بطوله افريقيا، دي جزء، والجزء الثاني تقييمك لموسيماني، اللي في اعتقادي الشخصي بعض الناس كانت بتنتقد موسيماني
رغم الارقام الكبيره جدا على المستوى على مستوى البطوله الافريقيه، على مستوى البطولات في فتره صغيره جدا. ودايما بنقول في بعض الاخطاء الفنيه، في تغييرات، نروح ونيجي في ده، ولكن يبقى موسيماني بيأدي دور اكتر من رائع مع النادي الاهلي. تمام. يمكن قبل ما ادخل في دي، يمكن طبعا عايز يعني نعرج على المباراه العظيمه اللي بتلعب في دوري ابطال اوروبا، كان ماتش ريال مدريد ومان سيتي. الواحد نفسه يعني حتى لو ما نقدرش، مش قادرين نوصل للمستوى ده كابتن هاني يا فارس، ان احنا يعني على الاقل نقلدهم، يعني نفسي نقرب يعني شويه، نفسي نتعلم، نفسي نستفيد، نفسي الاجواء دي تبقى عندنا في مصر. الجمهور بيشجع ازاي؟ اللعيبه بتلعب ازاي؟ المديرين الفنيين بره بيشتغلوا ازاي؟ الحكام بيشتغلوا ازاي؟ الدنيا هاديه ازاي؟ تقبل الناس للتحكيم ازاي؟ ايا كانت القرارات، تعامل الحكم مع الفار ازاي؟ ما شفناش كل هدف، يعني في 7 اهداف النهارده، لو ال7 اهداف دول في الدوري المصري كان تقريبا وقفنا 70 دقيقه في المباراه. فدي حاجات لازم نتعلمها، لازم نستفيد من ده، والا احنا بنتفرج ليه يا جماعه؟ يعني انا نفسي حكامنا يتعلموا، لاعبتنا يتعلموا، جمهورنا يتعلم، احنا بره نتعلم ازاي نتقبل صحيح. ثقافه الفوز وثقافه الهزيمه، وكمان نتقبل فكره مفيش حاجه اسمها بره ومفيش حاجه اسمها جوه. دلوقتي في كره القدم انت بتروح تلعب الماتش ده. كنت عايز اسالك السؤال دوت، تفضل ان يطبق هذا القرار على مستوى البطوله الافريقيه، على مستوى تصفيات افريقيا مثلا مؤهله لكاس العالم، ان خلاص مفيش الجون يتحل تماما بالظبط؟ تفضل ده يحصل دلوقتي بالظبط؟ يعني مثلا القاعده دي، المصري اتعادل 2-2 مع نهضه بركان وطلع. لو افريقيا بقت زي اوروبا افضل ده، بمعنى ان اوروبا ليها اجواء. النهارده ريال مدريد كانه بيلعب في ملعبه في مدريد، ما فيش حد لا بيحط له ليزر، ما حدش بيهاجمه، ما حدش بيرمي له ازايز، ما حدش بيعمل له رعب، ما حدش بيعمل له ارهاب، بيروح ويجي بسلاسه، بيروح ويجي بسهوله. لكن الاجواء المرعبه اللي الفرق بتروح تلعب فيها ده، احنا بنبقى قاعدين قدام التلفزيون ونبقى خايفين ومتوترين من الفرق بتواجهه هناك. فاعتقد ان في افريقيا صعب جدا يا كابتن انك تسجل بره ملعبك، فده بتبقى حاجه صعبه جدا. فالميزه تظل في افريقيا الى ان الكوره تتطور في افريقيا وتصل الى المستوى اللي حقق العداله الكامله. انا شايف ان النظام اللي معمول في اوروبا ده نظام عادل ونظام محترم جدا وكله هيستفيد منه، لكن في افريقيا صعب جدا، لانك لما بتروح شفنا حصل معانا ايه في السنغال، الاجواء مختلفه بالظبط. شفنا حصل ايه مع النادي الاهلي في 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 المغرب في ملعب نهضه بركان، الاجواء مختلفه، اجواء يعني انا اسف في اللفظ بين قوسين، اجواء فيها رهبه كتيره جدا. مش عايز اقول بس هو هيساعد، لان انت لما تلغي قاعده الهدف خارج الارض بهدفين، انت هتساعد ان الفرق لما تيجي تلعب خارج ارضها تقدر تلعب بصيغه هجوميه اكتر. ما هو ده كويس، فده هيسهل، وعلى فكره هيقلل كتير جدا من حساسيه المباريات، لان انت بتروح عامل حسابك ان الهدف هيجي خارج ارضك بهدفين وبتكون الامور مشحونه، انما انت هتلعب مباراه على ارضك خارج ارضك، الكره هتبقى مفتوحه اكتر، الكره هتبقى هجوميه اكتر. اعتقد ده ممكن هتزود شويه ان هيبقى في كره في اي ماتش، يعني ده مش فرقه هتقول لك انا حاجه دافع وهخطف جون مثلا خالص. يعني الدنيا هتختلف. يعني شفنا ريال مدريد بيلعب بيهاجم، مفيش حاجه اسمها بره ملعب يا طبعاً. انا بلعب وبهاجم وبجيب اجوان، لان النتيجه دي محسوبه على النتيجه الجايه، وحتى لو جبت مهما جايب 3 اجوان عادي زي ما اكون جبتهم على ارض ملعبي بالزبط. لكن الفكره ان في افريقيا العمليه صعبه جدا، العمليه دي مش كوره اللي احنا في افريقيا، دي اجواء مرعبه واجواء رهيبه جدا واجواء غير انسانيه. يعني مثلا حتى في ماتش بيراميدز ومازيمبي بيلعبوك الساعه 3 في عز الحر، لان عارف ان ده بيأثر عليك، بيلعبوك في عز رمضان وانت صايم، ودي حاجات حتى الفيفا ما وافقش عليها، بيلعبوك على نجيل صناعي والملاعب دي مش موجوده في كل العالم. ممكن الاهلي يواجه المأزق ده مع وفاق الصيف، عايز ينقل المباراه لملعب نجيل صناعي عشان ياثر عليه، لانه عارف الاهلي ما بيجيش على الملاعب دي. فدي يعني اجواء غير طبيعيه موجوده في افريقيا. اتمنى لو انتهت فارس الاجواء دي، لا طبعا اهلا بالغاء قاعده الهدف بهدفين، يعني تعديل كبير جدا في المسابقات الافريقيه على مستوى على كل المستويات، بنيه اساسيه وملاعب واستقبال وجماهير، فعايزين لسه التحكيم يا كابتن. التحكيم طبعا احنا عندنا التحكيم كارثي في افريقيا الحقيقه. يعني انا مش عارف ليه الحكام بيبقوا متوترين طول الوقت لافريقيا، ويروح يزعل اللعيبه ويتعامل بتوتر. وتعرض النهارده بنشوف الحكم في منتهى الهدوء واعصابه هاديه جدا، ومحدش بيجرى عليه، محدش بيروح له. ما شفتش لاعب في دوري ابطال اوروبا بيروح يقول لحكم روح للفار، لا لا دي طبعا. حاجه كارثيه. عندنا هنا اي كوره تلاقي الفرقه كلها جريت على الحكم، وروح شوف الكوره وما تشوفش الكوره. يعني النهارده كوره ركله الجزاء حصلت ريال مدريد، الكوره خبطت في دماغه ولمست ايده، لو عندنا اقول لك ده خبطت في دماغه ولمست ايده ما لمستش، ولا راح الفار ولا شافها
وكل اتصالات بتتم في ثواني والدنيا بتنتهي بشكل طبيعي. اتخاذ القرار السريع يعني. ده طبعا بيخلي الريتم مباراه اسرع. لسه احنا شويه بعيد شويه، بس خلينا نتكلم في طموحاتك لي طبعا وعوده النادي الاهلي للدوري، وخاصه مباراه طالع الجيش بكره يعني. طب قبل ده السؤال اللي حضرتك سالته في الاعلان اللي هو الخاص بدوري الابطال، خصوصا في الاجواء اللي حضرتك قلت عليها. الاجواء دي مختلف يعني. كمان انا ماشي في دوري الابطال باهداف ومراحل زي في دوري المجموعات، ان انا اصعد للدور الربع النهائي، وقدرت ده سواء صعدت اول وثاني. الاهلي للموسم الثالث على التوالي بيصعد ثاني، وبفضل الله يكمل مشواره وياخد البطوله، فمن دوري المجموعات حقق الهدف. جيت في الماتش اللي بعديه الرجاء، انا هدفي ان اوصل لنص النهائي تحت اي ظرف من الظروف، انا قدرت اوصل للنص. اذا انا حققت النجاح الكامل في الوصول بهدفي الى المباراه نصف النهائيه. في بعض علامات استفهام، احنا الاداء مش عاجبنا لان طموحاتنا كبيره جدا في النادي الاهلي، يعني في النهايه انت بتتحاسب على النتيجه وليس على الاداء، لكن احنا بنطمح في النادي الاهلي ان اداؤه يكون عالي كمان مع نتيجته، ونستمتع بكره قدم، ويكون عنده الرهب، ويكون عنده الشخصيه، ويكون عنده الاداء. لكن في ظروف بتقابلك وبتاثر عليك بدرجه كبيره جدا، تؤثر على ادائك، تؤثر على شكلك في الملعب، تؤثر على مستواك. زي ما شفنا قبل ما تنزل الملعب جو ارهابي بشكل رهيب جدا، ازاز بتتضرب، ده ممكن ياثر على الناس. بالاضافه الى بص مفيش حد كامل يعني، كل يعني انا شخصيا بعترف ان موسيماني ليه بعض الاخطاء يعني، محتاجه علاج ومحتاجه تطوير سواء في التشكيل او في طريقه اللعب اللي تناسب في العالم ده. بالظبط اللي تناسب شخصيه النادي الاهلي، لكن في النهايه دي قناعاته، وهو بيحقق الهدف وهو بيكسب، ده المهم انك بتحقق الهدف. بالظبط يعني ده اهم حاجه في الكوره، فده مهم جدا. انا ما دام حققت الهدف انا ما اقدرش اتكلم معاك يعني، حتى لو كان ليا طموح انك انت تقدم بشكل افضل وتحقق اهداف اكتر يعني. انا من وجهه نظري ان احنا كنا نقدر نكسب الرجاء في المرغي، نقدر نكسبه بمنتهى السهوله بفرق جون واثنين وثلاثه لو احنا دوتنا وهاجمنا، لكن في النهايه اللي بيدير موسيماني واللي بيخطط موسيماني واللي بيحقق الهدف وحقق لنا، شفنا معاه لينا معاه تجارب سابقه، لينا معاه ماضي جميل، قدر يحقق لنا كاس دوري الابطال مرتين ورا بعض، السوبر مرتين ورا بعض، اثنين برونزيه، فطبعا ما حدش يقدر يتكلم يعني. طيب في ظل الاجواء كمان اللي حضرتك بتتكلم فيها، طبعا احنا عايزين نؤكد يعني ان نادي الاهلي ونادي الرجاء حصل حتى بيان بيتكلم على الاشقاء، واكيد العلاقه تظل ممتده، وخصوصا ان احنا بنشوف النادي الاهلي دايما بيحرص سواء في السودان او في المغرب او في مختلف الدول. شفنا كمان الترجي وهو بيهنينا بمناسبه ذكرى تاسيس النادي الاهلي، العلاقات الجيده دي دايما النادي الاهلي بيحافظ عليها وبيحاول يتخطى المباراه وتكون في اطار الملعب. احنا راجعين للدوري المصري باجواء مختلفه، تعثر امام النادي المصري، يمكن النادي موسيماني وعد ان الدوري ده مختلف عن اللي فات، اعتقد حضرتك شفت نتائج النادي الاهلي في الدوري كانت جيده جدا باستثناء مباراه فيوتشر الى ان حصل المصري. اعتقد المصري هل بتشوف ظرف استثنائي كان في ظل التركيز في مباراه الرجاء وهنختلف قدام طلائع الجيش، ولا شايف مباراه طلائع الجيش مباراه صعبه ومش مضمونه بشكل كبير؟ اللي عمله الاهلي لغايه دلوقتي عمل عظيم في الدوري، انت في النهايه لم تتعادل مباراه وتخسر مباراه، فمحقق يعني نتائج من افضل الفرق بدليل 31 نقطه، وعندك ثلاث ماتشات لو كسبتهم هتبقى 40 نقطه، تبقى متصدر بفرق خمس نقاط عن اقرب منافسيك الزمالك اللي هو 35 نقطه، فانت ماشي بشكل جيد وشكل منظم. ما فيش فريق في العالم بيقدر يحافظ على مستواه بشكل كامل، دايما انت بتتعرض لظروف. الاهلي بيلعب في بطولات عديده يعني، بيلعب في دوري الابطال، بيلعب في الدوري، عنده ضغط مباريات، عنده سفريات، عنده لعبت في المنتخب بتيجي مواجهه على دور المراقبه، كل ده ليه تاثير. المفروض يكون ليه اعداد بشكل معين، لكن لازم نعترف ان ده ليه تاثير معين على اداء الفريق وعلى النتائج، وان مش كل المباريات هتبقى بنفس المستوى وبنفس الاداء، ومش كله هتبقى هتحقق نتيجه 3-0 و4-0 وتعمل نتيجه عاليه. ده حصل لا شك ان حصل تراجع في مباراه المصري بشكل كبير جدا ادت الى خساره الفريق، لكن اعتقد النادي الاهلي دايما لما بيخسر مباراه اعتقد الثانيه بيقدر يستعيد توازنه سريعا، لان بطوله الدوري عنده مهمه جدا ولا تقل عن دوري الابطال، فمؤكد ان الامور هتكون مختلفه تماما في مباراه طلائع الجيش. ما فيش شك طبعا الامور مختلفه، ودايما لما بيكون الفريق هو اللي يعني زي ما بنقول عنده مؤجلات ده اكيد بيضع يعني ضغوط، وشفنا دوت في حتى في البريمير ليج لما المان سيتي هو اللي بيكون سابق ودايما سابق مثلا بثلاث او باربع نقاط، وليفربول عنده مباراه مؤجله، الضغط هيكون على ليفربول لانه لازم يكسب عشان يقلل الفرق ده. حصل معانا الموسم اللي فات للاسف السنه اللي فاتت ان احنا كنا عندنا مباريات، كان عندك مباريات كتير يا كابتن، وبالتالي الموضوع مش سهل غير انك تكون بتلعب كل اسبوع متوازي مع الفريق المنافس، وبالتالي الضغوط اكتر على النادي الاهلي.
دي نقطة. النقطة الثانية، إيه رأيك كمان في وجود إن المباراة اللي جاية على مستوى البطولة الأفريقية، حتى مباراة الذهاب هنا على أرضنا هنبدأ في القاهرة، وتبقى مباراة العودة هتكون خارج الديار، تفرق في حتى تأهيل موسيماني للماتشين دول أو للمباراة ديت على مستوى الدوري؟ يعني الماتشين اللي جايين ممكن موسيماني يشتغل بشكل معين ممكن يطبقه في المباراة على المستوى الأفريقي؟ تمام. بدايه فكره ان ليك مباراه مؤجله والمنافس ليك الزمالك خلص مبارياته، ده بيعمل ضغط عليك انت، لان في النهايه الزمالك كسب مبارياته بالظبط، بقى عليك انت محطوط ضغط، انت لازم تكسب عشان توصل للمستوى وتحقق الهدف، ده ضغط كبير جدا عليك. البعض بيعتبرها ميزه انك انت شايف المنافس ومخلص. انا المنافس خلاص خلص وخد نقاطه وقاعد مرتاح وحاطط رجله على رجله والقصه انتهت. طبعا الزمالك ملوش دخل في الموضوع، هي دي ظروف، يعني هذه ليست ميزه، لان البعض كان بيعتبرها ميزه في بعض الاوقات. اشمعنى الاهلي بيتاجل له؟ لا بالعكس، الاهلي لما بيتاجل له مباريات كتير جدا بيتعامل على ضغوط كتير جدا، وممكن الظروف ما تكونش مساعده، لكن انا لما اكون بلعب زي ما حضرتك بتقول مباراه في مباراه وماشيين مع بعض واحده واحده، بتبقى احنا بنشد في بعض احنا الاثنين، وعندنا اصرار وعندنا حماس كبير جدا. ده اللي مطلوب. فكره في دوري الابطال انك تلعب مباريات الذهاب على ملعبك او بره ملعبك، يعني انا من وجهه نظري طبعا يستحسن لو لعبت مباراه الذهاب بره ملعبك تبقى افضل، بحيث انك انت بتقدر تحقق نتيجه وتبقى عارف هتعمل ايه بعد كده. صحيح. بعكس انك انت بتلعب والدنيا قدامك مش واضحه وانت مش عارف تقدر تحقق النتيجه المطلوبه ولا لا، لكن في النهايه انت المفروض تبقى عامل حساباتك ومركز امورك وبتحقق اهدافك بشكل كبير جدا، وان كانت الصعوبات اللي موجوده في الدوريات القاريه، يعني ادينا بنشوف في دوري ابطال اوروبا ما حدش بيفوز باكثر من هدف، شفنا في دور ربع النهائي كله باستثناء ماتش مازيمبي وبيراميدز اللي انتهت 2-0، كل الماتشات انتهت بفرق هدف وحيد فقط لا غير. يعني في مباريات، يعني مثلا الترجي خسر بفرق هدف في المباراه دي، هدف وحيد، الوداد هدف وحيد في الماتشين، النادي الاهلي فرق هدف وقدر يتعادل، فده في صعوبات كبيره جدا لان الطموحات بتعلى مع كل دور يعني. ولكن على ذكر بقى الطلائع، الجيش بكره طبعا يمكن جمهور النادي الاهلي عندنا خبر سعيد لفريق الشباب اللي شفنا مباراته مع الزمالك، وقناه النادي الاهلي كانت بتعرضها هنا واستمتعت بيها وفاز فيها شباب الاهلي على شباب الزمالك، قدر يفوز على طلائع الجيش النهارده 2-1، ونتيجه مهمه جدا، ودوري الشباب دوري مهم جدا عند الاهلاويه. اعتقد معانا فاروق صلاح يقدر يقول لنا نتيجه المباراه واقترابنا واللقب، وجمهور النادي الاهلي اكيد سعيد ببطوله بتقترب من النادي الاهلي، وشباب النادي الاهلي دايما في الموعد. طبعا برحب بالكابتن هاني رمزي، برحب بيك يا كابتن هاني، وبرحب يا فاروق بالزميل العزيز محمد فارس طبعا، وبالاستاذنا الاستاذ محمد القوسي اللي طبعا هو مش بعيد عن قطاعات الناشئين ودايما بيتابع طبعا معانا كل الامور الخاصه بقطاع الناشئين. وزي ما انت قلت يا فارس والكابتن هاني رمزي قال، قناه الاهلي دايما وبرنامج الاشبال، ونحن بنسلط الضوء على قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وان قناه النادي الاهلي بتبقى منبر للناشئين في النادي الاهلي او للناشئين على مستوى مصر. النهارده طبعا كانت الجوله قبل الاخيره لبطوله الجمهوريه للشباب مواليد 2001، لقاء كان بيجمع ما بين الاهلي وفريق طلائع الجيش. يعني نقدر نقول ان الفريقين اول وثاني قبل المباراه، طلائع الجيش طبعا 67 نقطه، الاهلي 67 نقطه، الفريقين بيتنافسوا على البطوله خلاص قبل جوله اخيره. شوط اول انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، ثم تقدم النادي الاهلي بهدف عن طريق اللاعب احمد سيد غريب من عرضيه زياد طارق في الدقيقه 9 من الشوط الثاني، ثم ادرك التعادل فريق طلائع الجيش في الدقيقه 19 عن طريق ركله جزاء اكتسبها الكابتن محمد عادل اللي كان بيدير احداث اللقاء النهارده، ثم يعني هدف على طريق لاجيا ممكن في الدقيقه 44 من شوط اللقاء الثاني، محمد فخري من ركله جزاء ايضا صحيحه للنادي الاهلي. خليني اقول لك ان ركله الجزاء كابتن هاني اللي احتسبها الكابتن محمد عادل سواء لنادي طلائع الجيش صحيحه، اللي احتسبها ايضا للنادي الاهلي ضربه جزاء صحيحه. بعد المباراه طبعا الفرحه الكبيره للاعبي النادي الاهلي، النادي الاهلي خلاص بينفرد بالصداره عنده 70 نقطه، ثم فريق طلائع الجيش في المركز الثاني 67 نقطه. طبعا يا كابتن هاني بيتبقى على نهايه الدوري اسبوع، عندنا الجونه الاهلي بالظبط بالظبط يا فارس، الاهلي هيلاعب الجونه ان شاء الله يوم السبت القادم على ملعب الاهلي في مدينه نصر. الاهلي طبعا يكفي التعادل باي نتيجه لحسم البطوله، فريق طلائع الجيش طبعا هيخرج لملاقاه فريق بيراميدز بملعب بيراميدز. اعتقد الفرحه الطموح
لكن انا عايز اتكلم في نقطه مهمه يا كابتن هاني. كابتن محمد شرف تولى القياده الفنيه للفريق والفريق بيبعد عن الصداره ب 12 نقطه. صحيح. قدر انه يلعب 13 لقاء، فاز في 11 لقاء وتعادل في لقاءين فقط. شفنا كلنا النتائج اللي شفناها من قطاع الناشئين في النادي الاهلي في كاس الرابطه وقت ما الفريق الاول احتاج اللعيبه، ايضا في مجهودات كتير جدا يا كابتن هاني حضرتك عارف طبعا البنيه التحتيه والدور اكيد يا فاروق مفيش شك يا فاروق طبعا كل التحيه طبعا ليك وطبعا للفريق ودايما بتكلم ودي نقطه مهمه جدا دايما ده الصف الثاني للفريق الاول ودايما بتكلم حلو قوي ان احنا ناخد بطوله الشباب ده جميل جدا ولكن الاجمل كام واحد من هؤلاء اللاعبين هيكونوا متواجدين في الفريق الاول يكونوا نجوم المستقبل هو ده المهم وتحياتي طبعا للكابتن خالد بيبو اللي بيقوم بدور اكتر من رائع كابتن خالد بيبو يا ريت نقدر ناخده يا فاروق برضه نبارك له ون معايا كابتن خالد بيبو نبارك له بقى يا كابتن خالد يا بيبو ازيك ازيك كابتن هاني اخبار حضرتك مبروك يا حبيبي الفوز مهم جدا ولسه كنت بتكلم على دورك المهم جدا الفتره اللي فاتت والطفره اللي حاصله في قطاع الناشئين في النادي الاهلي على جميع المستويات حتى على مستوى اعاره الشباب خارج مصر ده شيء مهم جدا عشان يخشوا اجواء الاحتراف بشكل كويس ودايما بقول الاهم مش هي البطوله طبعا مهمه احنا متربيين على البطوله ولكن الاهم من البطوله واللي انتوا شغالين عليه ان فريق الشباب دوت ان شاء الله يكون فيه 6-7 عناصر متواجده مع الفريق الاول ويكونوا هم دول نجوم النادي الاهلي الفتره اللي جايه يا خالد طبعا كابتن هاني بشكرك طبعا على الكلام المحترم ده الحمد لله طبعا النهارده كان مكسب كان مهم جدا البطوله كانت بعيده من مباريات فاتت الحمد لله شرف يعني قدر يعمل مجهود كبير جدا والولاد كمان ساعدوه ان احنا ان شاء الله نرجع على تاني نتصدر البطوله بطوله الشباب دي بالنسبه لنا هي مهمه جدا لان ده انت عارف اول فريق تحت الفريق الاول صحيح لعيبه كلها لازم تبقى عندهم الاستعداد ان في اي وقت ان انت تشتغل مع الفريق الاول وشفنا الحمد لله لما الفريق الاول احتاج مجموعه من اللاعبين كلهم ادوا بشكل كويس وعملوا حاجه كانت محترمه جدا انا بقول لك النهارده يعني المباراه كانت مباراه صعبه جدا في فريق طلائع الجيش صراحه عمل موسم جيد جدا قدر النهارده نكسب 2-1 في ماتش كان مهم انا كابتن يعني بضم صوتك على ان انا اهم من البطوله هو ان انا اعمل لعيب ينفع يبقى شخصيه النادي الاهلي ده صحيح ده المهم ان انا لعيب يقدر في اي وقت الفريق الاول يحتاجه وهو ده الدور الاسمى لقطاع الناشئين ان انا اطلع مجموعه من اللعيبه في المراكز اللي بيحتاجها الفريق الاول يبقى جاهز في اي وقت يقدر يلعب ده حقيقي كابتن خالد اكيد ببارك ايضا لحضرتك واكيد احنا شايفين تجربه مختلفه خدت قطاع الناشئين من النادي الاهلي رحت بيه لحته ثانيه عندك تفكير استراتيجي كل جمهور النادي الاهلي حاسه ناس بتتكلم ان شايفه قطاع الناشئين مع النادي الاهلي تجارب حضرتك بتبص اكيد للبطوله وزي ما حضرتك قلت وكمان انك تمد الفريق الاول بلاعبين زي زياد طارق وغيرهم من اللاعبين الكتير جدا اللي شفناهم كمان التعاون اللي حضرتك عامله بره وفكره خروج اللاعبين انه يكتسبوا ثقافه، اعتقد ده كابتن شفناه الفتره الاخيره، ايه حضرتك شايف الفتره الجايه ممكن نقدمه وايه اللاعبين اللي انت شايف ان ممكن يكون لهم فرص في الخروج بره او الفريق الاول؟ ربنا يخليك يا فارس طبعا على الكلام اللي انت بتقوله ده حضرتك تستحقه يا كابتن والله ايه؟ حضرتك تستحقه اكيد وجمهور النادي الاهلي كله لامس ده يعني ربنا يخليك طبعا بص عشان نبقى متفقين الموضوع اللي فيه استراتيجيه اتحطت من مشرف عام على الكوره مع لجنه التخطيط ان ازاي ان انا يبقى عندي قطاع ناشئين يقدر ان هو يستفيد منه الفريق الاول واقدر ان انا اشتغل على الامكانيات اللي عندي طبعا كان شغل كبير جدا اتحط الاستراتيجيه من سنتين وانا نفذت الكلام اللي محطوط من لجنه التخطيط والمشرف العام على الكوره كابتن محمود الخطيب ان ازاي نستفاد باقصى اقصى يعني اقصى استفاده من قطاع الناشئين اشتغلنا على كذا محور اساسي ان انا ازاي اشوف الاماكن اللي محتاجها الفريق الاول وازاي ان انا اشتغل عليها وازاي اجهز اللعيب ان لما احتاجه الفريق الاول نشتغل ده يبقى جاهز 100% المحور الثاني ان انا بقى عندي مجموعه من اللاعبين يقدر ياخد الطابع الاوروبي يطلع من سن صغير واحنا الفكره كمان ان احنا كمان يعني ان شاء الله في الفتره الجايه هتشوف مجموعه اكتر كمان بتبتدي تتحرك
عشان يبقى انا عندي يعني مجموعه من اللاعبين بتشتغل في الدوري المحلي ومجموعه من اللاعبين بتشتغل في 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 في, في اوروبا، اقدر ان هم ياخدوا خبرات من السن الصغير واقدر انا استفيد منهم كنادي من خلال كذا طريقه. المحور الثالث طبعا كان المهم ان انا ازاي اشتغل على البنيه كمان التحتيه بتاع قطاع الناشئين. انت يعني اشتغلنا بشكل مهم جدا في الفتره الاخيره ازاي يبقى عندي بنيه تحتيه قويه جدا، والحمد لله احنا ماشيين بالخطوط دي كلها والحمد لله ربنا بيكرم اخر كرم. يعني النتيجه قطاع الناشئين طبعا حضرتك عارف والكابتن هاني عارف ان شغل بتاع قطاع الناشئين بياخد وقت طويل، يعني مش على طول بتجني ثماره، انما طبعا يعني الحمد لله الدنيا مشت بشكل اسرع ومشت بشكل سريع جدا وشفنا نتاج سريع طبعا. وانا معاكم فرصه طبعا اشكر كل الناس اللي اشتغلت يعني في قطاع الناشئين قبل كده، ان هم الرؤساء قطاع الناشئين او المدربين اللي اشتغلوا، لان هم اسسوا حاجه كويسه جدا في قطاع الناشئين وانا جيت كملت شغلي معاه. احنا عظيم شغل قطاع الناشئين ده شغل ترقبي. خالد طبعا كابتن خالد طبعا زي ما انت بتقول الناس حاسه ان في حاجه بتحصل وده اللي كنا عايزينه. يعني نتائج قطاعات الناشئين بتاخد 5 و6 سنين عشان نبدا نشوف نتائج، لكن بصراحه المجهود اللي معمول بدانا نحس بيه بشكل ايجابي، خطوات كلها فيري بروفيشنال زي ما انت بتقول مدروسة. كمان مدروسه بشكل كويس، ومهم جدا العلاقه ما بين المدير الفني للفريق الاول وقطاعات الناشئين، دي علاقه وثيقه جدا جدا وكمان نظره مستقبليه. يعني لازم من دلوقتي لو محتاجين راس حربه يبقى راس الحربه اللي عنده 15 سنه مميز في النادي الاهلي ده يتم تطويره بشكل كبير. كابتن خالد بنقول لك مبروك على مباراه النهارده، كابتن شرف بنقول لك مبروك وكل اللعيبه مبروك، وان شاء الله بالتوفيق في الفتره اللي جايه. عندنا فاصل؟ عندنا فاصل اكيد يا كابتن هاني، وهنطلع على الفاصل ونرجع لضيفنا الناقد الكبير استاذ محمد القوصي. اوعوا تروحوا في اي حته، الاهلي في رمضان. ورجعنا لكم والاهلي في رمضان. طبعا تم اعلان طاقم تحكيم مباراه الاهلي وطلائع الجيش غدا، هيكون حكم ساحه محمود البنا، وعلى الفار احمد الغندور. نتمنى ان احنا نشوف تحكيم جيد يليق بمستوى المسابقه قبل ما يليق بالنادي الاهلي وكل فرق الدوري المصري، لان ده عنصر مهم جدا في انجاح المسابقه. هروح لحضرتك واسالك سؤال مهم جدا، النادي الاهلي كان عنده بيان عايز حكام من حكام النخبه او من الدوريات الخمسه الكبرى، تعذر ان اتحاد الكره يوفر ده لضيق الوقت، النادي الاهلي برضو اصر على يعرف ان ده هيتم توفيره بعد كده ولا لا. النهارده بيتم تعيين حكم زي محمود البنا، حكم جيد، بتشوف ده في اطار تعيين حكم زي محمود البنا ازاي؟ بتشوف بيان النادي الاهلي ازاي ورد فعل الاتحاد الكره؟ تمام، بس عايز قبل ما ادخل دي اعلق على المداخل كابتن خالد بيبو. اكيد اكيد، والحقيقه عندي اشاده وامنيه، عندي اشاده باللي بيحصل في قطاع الناشئين دلوقتي، انك لما تجيب خبير اجنبي لقطاع الناشئين، لما تشتغل عليه بشكل كويس جدا، لما تجيب مدربين مميزين، لما يكون عندك اهتمام كبير جدا بقطاع الناشئين، فده مهم جدا ورائع، وانك تتصدر البطوله وتاخدها. لكن امنيتي ان قطاع الناشئين ده يكون هو المغذي الاساسي للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، لا سيما النادي الاهلي رقم واحد اللي بتجيله كل اي حد في مصر واي طفل بيتمنى ان يجي النادي الاهلي، فدي مواهب، انا نفسي المواهب دي اللي تيجي اشوفها مستقبلا في الفريق الاول، يعني اشوف انا بعد 5 سنين عندي لاعب فلتح هيبقى عماد متعب، هيبقى فلافيو، هيبقى قريب من اللعيبه العالميين. كمان يا استاذ محمد يعني قطاعات الناشئين بره مثلا احنا عايزين سي مثلا عايزين راس حربه، هو ده بيبدا يبقى فيه يا جماعه لازم قطاعات الناشئين تشتغل على راس حربه خلال 4 5 سنين الجايين يكون عندنا راس حربه كويس ونبدا نشتغل على هو عليها. الكلام ده يعني انا شايف مثلا عندي الـ الاطراف يعني. في النادي الاهلي مثلا محتاجه لعيب فلازم اشتغل على الاطراف، عندي عايز مهاجم في النادي الاهلي بقالي 15 سنه ما طلعش عندي مهاجم كويس ولا 10 سنين يبقى اشتغل على المهاجم ده، ولازم ده بعد ال6 7 سنين يكون عندي مهاجم سوبر يبقى موجود في النادي الاهلي، يبقى كل المراكز اللي عندك بس بدانا نشتغل على هو ده يعني بالظبط يعني بحيث ان فرقتك طبعاً. لا عندنا لعيبه كتير، عندنا يعني حتى التجربه اللي لعبت في المباراه اللي فاتت اللي تحت 20 سنه كلها لعيبه مميزه جدا وكانوا جدا وكانوا باينين يا كابتن هاني ان هم متاسسين صح وفنيا وعندهم وعي خططي ما تحسش اللعيب تايه في الملعب وعارفين فانيله النادي ده حاجه هو يعني دول اللي هيبقوا عارفين النادي الاهلي، عارفين انتماء النادي الاهلي،
اللي متربيين صح، اللي مبنيين صح من الاساس، لانك انت دايما لعيبه النادي الاهلي في الناشئ بيشتغل بيتربى بدنيا صح وفنيا صح واخلاقيا وسلوكيا، وبيتربى على مبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي، وبيتربى على الانتصارات وبيتربى على حاجات كتيره جدا. لما بتجيب حد من بره مميز بس بيكون مفتقد بعض الحاجات دي اللي مش موجوده. مهم جدا ان ده يكون موجود حتى لو هتستعين بالمحترفين، ما حدش قال انك ما تجيبش لعيبه من بره ولا لعيبه اجانب ولا لعيبه من الدوريات، بس ده يكون تطعيم وتدعيم بشكل افضل بكتير جدا من اللي عندك، بحيث اللي يجي يضيف لي بشكل كبير جدا. صحيح. يضيف لي لعيبتي يعني. هو ده حاصل دلوقتي، وشفنا حتى ان شاء الله نشوف ده مستقبلا يعني. المحاور واضح ان في تنسيق، وكابتن محمود الخطيب يعني لا يألو جهدا هو ومجلسه اكيد في ان هم يحققوا ده. وتمام يعني، منظومه النادي الاهلي في الناشئين مش هتنجح الا اذا كانت منظومه الناشئين في مصر كلها ناجحه يعني. يعني النادي الاهلي برضه وحده يعني لو الاهلي اشتغل لوحده برضه مش هيقدر يحقق الهدف المطلوب، لازم المنظومه كلها والمسابقات كلها تكون بهذا الشكل. عندك حق، لازم قطاعات المسابقات، نظام المسابقات بالظبط، تعمل لي مسابقات كويسه، تعمل لي اجواء مميزه، تتوفر لي عداله برضه في التحكيم، وتدي الناس وتتربى الناس على احترام الحكام، وتزرع ثقافات جوه الناشئ اخلاقيات، ازاي احترم المنافس، ازاي لما اخسر احترم المنافس واهنيه واحترم الحكم، وازاي اتقبل القرارات ايا كانت، وعلى اداره النادي تتصرف. من هنا نخش على التحكيم وبين التحكيم والطاقم محمود البنا. الحقيقه انا بعتبر محمود البنا واحد، هو الحكم رقم واحد في مصر، وحكم مميز جدا، وحكم يعني كنت اتمنى ان هو يبقى موجود في كاس العالم الحقيقه، ولكن شيء غير جيد ان مصر ما بقاش حكم في كاس العالم. ده دليل على ان منظومه التحكيم عندنا ده الطبيعي فيها حاجه غلط طبعا، فيها حاجه غلط يعني. فلو فيها حاجه صح والامور مظبوطه كان يبقى عندك على الاقل طقم كامل موجود في كاس العالم. ولا في تصفيات كاس الامم الجوله الحاسمه كابتن هاني دايما بيتكلم، وانا برضو قلت 10 مباريات مفيش حكم مصري واحد، مشكله يعني قاسي جدا على اي حد في منظومه كره القدم. النادي الاهلي عانى كتير جدا يعني، يمكن الدوري السنه اللي فاتت شفنا اخطاء كتير جدا يعني. انا مش عايز حد يكلمنا على الاخطاء الفنيه، الاخطاء الفنيه كل الفرق العالم بيحصل فيها اخطاء فنيه، والاهلي خسر من 5 اخطاء لاعبين وسبع اخطاء مدرب، ده كله وارد، ده طبيعي، لكن ده مش معناه ان انا اخسر بسبب اخطاء تحكيم. انا اديني حقي وسيبني فني، اخسر فني ما اخسرش فني ده حاجه ثانيه، بس المهم ده اللي كان بيدور عليه النادي الاهلي. والاهلي يعني عنده هاجس وقلق ان يتكرر ما حدث في الموسم الماضي وتتكرر نفس الاخطاء، لا سيما ان ده ظهر في بعض المباريات. عشان كده النادي الاهلي تقدم بطلب ان عايز حكام اجانب، وعايز حكام على مستوى عالي جدا، ما تجيبليش اي حكم اجنبي والسلام، عايز حكام من حكام الصف الاول، وده مهم جدا. فرد اتحاد الكوره انهم مش قادر يجيب حكم من الدوريات اللي هو البيك فايف، اللي هم اعظم حكام في العالم اللي موجودين يعني. وبالتالي هو عجز عن يحقق هذا الهدف، وجاب الحكم رقم واحد في مصر، ما اعلى واحد في مصر محمود البنا. دي مرتبطه بدي في راي حضرتك؟ يعني اعتقد ده شيء مهم. وده شيء مهم جدا، انه وفر لي حكم يحقق لي العداله يعني، وانا اثق في عداله محمود البنا ان شاء الله يقدر يحقق مباراه مميزه، ويلعب مباراه مميزه ويحقق العداله الكامله. نحن لا نطلب اكثر من كل واحد ياخد حقه، اعطي كل ذي حق حقه يعني. لا تجامل الاهلي ولا تجعل الاهلي، ولا تجامل طلع الجيش ولا تجعل طلع الجيش، ادي كل واحد حقه. لو ميزان العدل موجود احنا هنبقى سعداء. ادينا احنا بنتفرج على ماتش ريال مدريد والمان سيتي النهارده مش حاسين بالحكم اساسا. معجب انت قوي بالمباراه. انا مباراه انا اصل انت بص انت ما تبقى النهارده كان في 3 ماتشات في الدوري، فلو انت قلبت ورحت هناك ما تقلبش. ما بقول لك لو قلبت انت عارف عامل ازاي، اوعى تقلب الموضوع ده. بقول لك عامل زي ما تكون طلعت من 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 من, من ساونا ودخلت في الثلاجه يعني، الدنيا مختلفه تماما، اجواء مختلفه تماما، مفيش مقارنه. انا رحت فين؟ ايه اللي جابني هنا؟ واخد بالك؟ مش حاسين بالحكم، مش حاسين بيه. ما انا مش عايز احس بالحكم. طول ما انت مش حاسس بالحكم في الملعب فالحكم ممتاز يعني. لو محدش جاب سيره الحكم خالص احنا مش هو ده نجاح الحكم، هو ده نجاح الحكم انك ما تحسش بيه. لكن لما الحكم يفرض نفسه عليك بتدخلاته وبعصبيته وبنرفزته وبقراراته الغير عادله في بعض الاوقات، بص انا يعني متاكد ان مفيش حكم بيقصد انه يخطئ. لا ده احنا لا تماما متاكدين من هذا يعني، ما حدش بيجي جنب نزاهة الحكم، لكن قدراته، القدرات هي القدرات، جزء من تعامل الاهمال جزء من بالضبط، هي المعايير، هي القدرات، وانك انت يبقى يكون الحكم مركز، لياقته البدنيه عاليه، لياقته الذهنيه عاليه، لياقته النفسيه عاليه، الوان التيشيرتات مش موجوده بالظبط يعني. دي كلها حاجات مهمه جدا نتمنى ان هي تتوفر، ونتمنى ان النادي الاهلي تتوفر له العداله الكامله اللي تساعد على اجواء مناسبه لبطوله مناسبه، وتطلع بطوله الدوري نظيفه وشريفه وبعيد عن اي اخطاء تحكيميه تؤثر على البطوله وتوجيه لاي اتجاه. ده اللي هدف المطلوب. صحيح صحيح. دي على مستوى الدوري، كمان امنياتك بقى على المستوى الافريقي. يعني على المستوى الافريقي احنا بنتكلم قدامنا انجاز ان شاء الله يتحقق ما اتحققش قبل كده، انك تحصل على بطوله افريقيه 3 مرات.
ايه اللي انت شايفه اللي يتعمل خلال الفتره الجايه من خلال مباريات الدوري علشان نبقى كمان مؤهلين بشكل كويس نعمل اداء ونتيجه جيده في نصف النهائي الافريقي؟ طبعا ده كابتن هاني يعني ان شاء الله هيحصل باذن الله, يعني لان الاهلي بقدراته وبشخصيته وبلعبته بيقدر يتعامل مع المباريات الكبيره. يعني خلاص بقي ثلاث خطوات, ماتشين ذهاب وعوده والماتش النهائي اللي احنا مش عارفين برضو, دي من المشاكل الكبيره جدا, مش عارفين النهائي هتلعب فين لغايه دلوقتي. يعني خلاص ادي المربع الذهبي اتحدد اطرافه, اين تلعب المباراه النهائيه؟ طبعا في كلام ان هيحسم خلال الاسبوع السبعه ايام المقبله, قد يكون في السنغال قد يكون في جنوب افريقيا. السنغال هي الاقرب ان هي تستضيف النهائي, لكن انا نفسي نبقى برضو يعني نتعلم من الدورات الموجوده في كل انحاء العالم, ان انا وانا بعمل قرعه الدور ال 32 احدد الدوله اللي هتستضيف وابقى عارف ده ومحدد ده. طبعا بدايه البطوله انا السنه اللي جايه هتكون النهائي في الحته الفلانيه, وفي ناس بتقعد تحددها لمده سنتين, وحددها لمده سنتين ثلاثه سنة, يعني اقول في 22 في مصر و23 في المغرب و24 في جنوب افريقيا. مظبوط, يجي الفريق من جنوب افريقيا يجي من مصر, انا ماليش دخل بالقضيه دي, حاجه متحدده من زمن بعيد جدا يعني. لكن السنه اللي فاتت اتحددت المغرب وكان على امل ان الوداد يوصل وما وصلش. السنه دي المغرب الجزائر مصر ثلاث فرق مشاركه من شمال افريقيا, حضرتك عارف حساسيه المباريات ولسه الملعب لم يحسم. يعني في دي حاجات من الحاجات اللي مش كويسه التنظيميه على مستوى الحقيقه في علامات استفهام كبيره جدا على الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي كان من الاتحادات القويه المنظمه اللي كانت لها هيبه كبيره جدا, واللي كان لا يشق له غبار, واللي كان لا يكسر له قرار, واللي كان لا يتراجع في اي قرار. لكن الاتحاد الافريقي منذ ان بات تحت وصايه الاتحاد دوري كره القدم والامور اتزت الحقيقه بشكل كبير جدا الحقيقه, للاسف نتمنى ان الامور تتعدل والامور تتظبط, وده عمل اهتزاز كبير جدا سواء على مستوى المسابقات او ادارتها او على مستوى الحكام اللي موجودين في القاره الافريقيه. النادي الاهلي داخل على انجاز تاريخي انك انت تحقق البطوله للمره الثالثه على التوالي, ما حصلتش. يمكن الاهلي قبل كده فاز بيها مرتين على التوالي وحققها المره الثانيه مع موسيمانو قبل كده مع جوزيه, نتمنى ان ده يحصل. إن شاء الله. انا داخل على أمل. إن شاء الله. والحقيقه ان في فرق قويه جدا خرجت من البطوله زي فرقه سان داونز, واحده من اقوى الفرق اللي بتلعب كوره جدا ومميزه جدا وفرقه المزعجه جدا يعني. عندك فرق طالعه بطموحات كبيره جدا, الوفاق الصيف, عندك اتلتيكو, والوداد فريق طالع, الوداد فريق ليه تاريخه وليه اسمه. اكيد طبعا نتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يوفق ويحقق الهدف المطلوب باذن الله. ان شاء الله. اكيد يعني كنا معاكم في الاهلي في رمضان, وانا اكيد بنشكر حضرتك قبل اي حاجه, كانت اراء مهمه جدا وكلنا اكيد استمتعنا بالفقره, واكيد بشكر كابتن هاني, استمتعت مع حضرتك كابتن في رمضان حبيب. وكانت خير رفقه يعني خير خليه. صحبه مع حضرتك, ونتمنى نكون امتعنا المشاهدين, ونتمنى نكون قدمنا رساله ان الاهلي في رمضان هو بيت العيله. كل سنه وكل مصر بخير. لو حضرتك حابب تقول كل سنه طيبين. ده انا كنت سعيد معاك جدا يا محمد, وان شاء الله طبعا بنشكرك يا استاذ محمد على تواجدك معانا, وبنشكر كمان حضراتكم وجماهير النادي الاهلي وكل مصر, ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين. رمضان عدى بسرعه جدا كالعاده, لكن ان شاء الله الايام اللي جايه تكون ايام سعيده على الجميع, وطبعا سعيده على جماهير النادي الاهلي ونادينا الحبيب ان شاء الله, وبالتوفيق لكل فرق النادي الاهلي وخاصه الفريق الاول وال11 يا اهلي, واحنا في انتظارها, وكل التوفيق في مباريات الدوري. وبنشكركم شكرا جزيلا, والاهلي في رمضان كل سنه انا ببقى اكون سعيد جدا جدا معاكم, سعيد معاك يا محمد, وكنت سعيد معاك استاذ محمد. كل سنه وانتم طيبين, يعني اعياد سعيده على الجميع. كل سنه وانتم طيبين كابتن هاني, بنقول لك كل سنه وانتم طيب, واعياد سعيده عليك وعلى كل اخواننا المسيحيين في مصر الحقيقه. كل سنه واحنا كلنا طيبين, كل سنه واحنا طيبين, كل سنه والاهلي بخير, كل سنه والاهلي مجمع كل حبايبه وعشاقه قدام شاشه واحده بس, هي شاشة قناة النادي الأهلي. نشوفكم في حلقات جاية أكيد لسه مستمرة من الأهلي في رمضان, ونتمنى نكون أسعدناكم, ونتمنى نكون قدمنا رسالة مهمة جدا, ويظل النادي الأهلي دائما هو صانع الفرحة في مصر.